مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم، يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف. النهاردة كالعادة يوم الخميس، حضراتكم عارفين بيبقى عندنا ملفات كثيرة جدا وعندنا أخبار وكواليس كثيرة عن الكرة العالمية، وخاصة النهاردة إن شاء الله هنكلمكم على البريمير ليج، عودة تاني للبريمير ليج، وما شاء الله ما شاء الله نمسك الخشب تألق نجمنا الكبير محمد صلاح، عودة الثقة لليفربول، وطبعا زي ما بقول لحضراتكم البريمير ليج مشتعل كالعادة، كعادة البريمير ليج هيكون لينا النهاردة لقاء خاص عن البريمير ليج، وكمان على مستوى الدوري الإيطالي والدوري الأسباني. النهاردة إن شاء الله كمان يعني هنناقش مع حضراتكم ملف طبعا بطولة أفريقيا، كمان على مستوى طبعا المجموعات، على مستوى طبعا أحلام النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي بالحصول على النجمة ال11. كمان هيكون لنا جزء من حلقتنا النهاردة عن طبعا البطولة الأفريقية. حديث مهم طبعا عن نجمنا كمان محمد صلاح، اللي يمكن الفترة اللي فاتت ما شاء الله بيتألق فيها بشكل كبير جدا، وهذا التألق انعكس بشكل إيجابي على فريق ليفربول، 3 انتصارات متتالية يمكن بعد بداية سيئة جدا في البريمير ليج. لكن في البداية أقول لحضراتكم كمان النهاردة أن منتخبنا الأولمبي يخطو أول خطوات إن شاء الله للوصول لأولمبياد باريس 2024. سافر النهاردة منتخبنا طبعا تحت قيادة المدير الفني البرازيلي ميكالي، سافر على متن طائرة خاصة إلى استواني، من طبعا في انتظار المباراة المرتقبة إن شاء الله يوم الأحد اللي جاي، ذهاب التصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد. هيكون طبعا مباراة العودة إن شاء الله يوم 30 أكتوبر. كل التوفيق طبعا لمنتخبنا الأولمبي، أول خطوات الوصول لأولمبياد، أظن إنها إن شاء الله بإذن الله نكون موجودين فيها ونعمل نتائج بإذن الله نتائج طيبة. عايز كمان أوجه التحية لفريقنا العظيم النادي الأهلي، مفيش شك طبعا بعد الفوز المهم جدا اللي حققه على فريق نادي الإسماعيلي في افتتاحية طبعا دوري 2022-23، وزي ما بقول لحضراتكم مباراة قوية جدا، يعني طبعا كل التحية. كمان فرقة الإسماعيلي عملت مباراة قوية، لكن نادينا العظيم النادي الأهلي زي ما حقق على خطوة إيجابية جدا في بداية المشوار الأفريقي، كمان على مستوى الدوري كانت مباراة قمة. دايما مباراة النادي الأهلي والإسماعيلي على المستوى الفني بتكون مباريات كبيرة جدا، وشفنا ده الحقيقة في مباراة النادي الأهلي أمام الإسماعيلي اللي كانت على المستوى، على مستوى اسم الفريقين، اسم النادي الأهلي أكبر نادي في أفريقيا وحاصل على أكبر عدد من البطولات سواء أفريقيا أو محليا، كمان نادي الإسماعيلي من الأندية اللي بتقدم كرة حلوة. لكن اللي لفت نظري الحقيقة الأداء الفني لمارسيل كولر المدير الفني النادي الأهلي، الحقيقة بيقدم مستويات بهدوء وبدون فاعلية، وبتحس ان الموضوع سهل جدا، قدم لنا مباراة تكتيكية على اعلى مستوى. يمكن من خلال طبعا متابعتنا للمباراة تغييرات، يعني دايما الكوتش كده بيتقاس بحاجتين، الحاجة الاولى بداية التشكيل طريقة اللعب، لكن كمان التبديلات واستغلاله كل الامكانيات الموجودة عنده على الدكة بره افضل استغلال، دي نقطة مهمة جدا. يعني الدفع بعناصر مميزه في التوقيت المناسب ده يعني دي سمه من المدربين الكبار. كريم فؤاد لما حتى نزل الناس بدات هو هيلعب ايه؟ ما اكرم موجود، طب هيلعب ايه بالظبط؟ لكن واضح جدا كمان ان مدربنا كولر كمان عارف امكانيات اللعيبه كويس، وعارف انه ممكن جدا في اوقات يوظف هذا اللعيب في مركز معين، ينعكس بالإيجاب على الشكل التخطيط العام لهذه المباراة، يعني مش بالأولوية خلاص إن كريم فؤاد هيبقى موجود على طول في الحتة دي، أعتقد ده جزء تكتيكي من خلال المباراة اكتشفنا يعني مجهود كبير جدا جدا زي ما أنتوا حضراتكم شايفين، عمل أسيست أكتر من رائع، وجوده في منطقة ال 18 هو ده اللي كان عايزه كولر، إن أكرم توفيق عنده مهام دفاعية بشكل كبير جدا، لكن كمان حاطط جنبه واحد هو أصلا باك يمين وعنده انطلاقات وعنده سرعات، استغل السرعات ديت أنه عمل تاكلينج بشكل رائع جدا، عمل أسيست كمان للنجم القادم بقوة في فريق النادي الأهلي شادي. الحقيقة كمان على مستوى الهدوء، على مستوى الفينش طبعا بيأدي أداء أكتر من رائع، لكن كريم
مع التغييرات مع البوزيشن اللي اتلعب بيه النادي الاهلي على المستوى الخططي قدم مباراه رائعه. يعني دايما بنحب نتفرج على الكوره الحلوه، لكن يمكن انا بنظره برضو العين المدرب ومن خلال متابعتي لي يمكن فريق النادي الاهلي وكولر بشكل خاص، الراجل حافظ امكانيات كل لعيب، وده مهم جدا انك تحفظ امكانيات كل لعيب، دي جزئيه، وان كل لعيب في الملعب عارف امكانيات زميله. يعني كريم لما نزل عمل مباراه اكتر من رائعه، حتى شادي من خلال تحركاته فضل نفسه مساحه بشكل اكتر من رائع وعمل هدف، وانا بقول ان كمان شادي ان شاء الله كمان مهاجم على مستوى عالي جدا مع الخبرات مع تكرار ان شاء الله التهديف مع وجوده مع فريق كبير زي النادي الاهلي، اعتقد هيكون مكسب اكيد للنادي الاهلي وينعكس بالطبيعي لمنتخبنا المصري، هنكسب مهاجم من طراز ان شاء الله فريد. بنقول مبروك مره تانية للنادي الاهلي على البدايه، مجرد البدايه ولكن بدايه قويه جدا على المستوى الفني على مستوى النتيجه والفوز على نادي الاسماعيلي 1-0. خلونا قبل ما نخش على الصحف العالميه كالعاده هنا في المحترف هنتكلم كمان على بعض النقاط والاخبار. من ضمن الاخبار المفرحه كمان فوز فريق كره اليد طبعا بطوله كاس العالم للانديه، اللي يمكن الكابتن محمود الخطيب حضر هذه المباراه في السعوديه على فريق بنفيكا بفارق هدف واحد، وكانت مباراه قويه جدا، فوز النادي الاهلي 28-27 وفوز مهم جدا وبطوله مهمه جدا. النادي الاهلي بيلعب فريق كمان على المستوى الاوروبي فريق كبير، بنفيكا بيلعب فرقه وده باين من نتيجه المباراه، وفي الصورة قدام حضراتكم يمكن الكابتن محمود الخطيب بيحضر هذه المباراة بدعوة خاصة طبعا من الاتحاد الدولي لكرة اليد بحضور هذه المباراة وهذه البطولة، خاصة صادف وكابتن وش حلو على الفرقة وكسبنا نادي بنفيكا 28-27. طيب من أخبارنا السريعة النهاردة أن أعلن مجلس دبي الرياضي عن الترشيح طبعا نجمنا الكبير الفرعون المصري محمد صلاح بجائزة جلوب سكر، جائزة جلوب سكر لأفضل لاعب في العالم عن عام 2022 ضمن قائمة من النجوم الكبار على مستوى طبعا كرة القدم حول العالم بتضم 25 لعيب. محمد صلاح بينافس على هذه الجائزة، طبعا محمد صلاح هداف طبعا فريق ليفربول بينافس والفوز بالنسخة 13 من هذه الجائزة، مجموعة كبيرة جدا من اللعيب على مستوى العالم كله، يعني بنتكلم على كريم بنزيما الحاصل على يمكن الكره الذهبيه من ايام قليله، بنتكلم على روبرت ليفاندوفسكي، بنتكلم على هالاند، بنتكلم على ليونيل ميسي، بنتكلم على مبابي، بنتكلم على البرازيلي نيمار، كريستيانو رونالدو. فزي ما بقول لحضراتكم القائمه قدام حضراتكم هي دي اللعيبه المرشحه لجوائز جلوب سكر في 2022، زي ما بقول لحضراتكم محمد صلاح يتصدر هذه القائمه، ولكن كمان نجوم كبار جدا جدا زي ما بقول لحضراتكم لويس دياز، كانسيلو، فودين، دي بروين، محرز، هالاند، كاسيميرو، كمان في ميسي، رونالدو، يعني مجموعه كبيره جدا من النجوم الكبار جدا على مستوى الكره العالميه. والحقيقه يعني دي بقيت طبعا ساديو ماني متواجد طبعا كان حصل على الجائزه الثانيه او المركز الثاني في الكره الذهبيه ل 2022، مبابي، نيمار، نكونو، كريستوفر نكونو، كمان كريستيانو رونالدو، يعني قائمه كبيره جدا كلهم نجوم كبار. نتمنى ان شاء الله ان يكون هذه الجائزه لنجمنا الكبير، احنا دايما سبورت لمحمد صلاح، محمد صلاح زي ما بقول لحضراتكم يعني سفير يعني فوق العاده لمصرنا الحبيبه، للدوله العربيه، للقاره الافريقيه، الحقيقه بيقدم مستويات خلال سنوات كثيره جدا اضاها في خاصه في الدوري الانجليزي، اتمنى كل التوفيق لمحمد صلاح والحصول على هذه الجائزه. وفقا للجنه اللي اعلنت يعني او اللجنه المنظمه لجوائز جلوب سكر هيتم الانتهاء من المرحله الاولى من التصويت للمرشحين يوم 2 نوفمبر القادم. الجولة الثانية هتنتهي أو عملية التصويت منها في يوم 16 نوفمبر قبل يوم 1 من حفل الكشف عن جوائز جلوب سكر للعام الجاري.
هيتم الاختيار الفائزين بجوائز جلوب سكر من قبل الجماهير ولجنة تحكيم دولية تضم نخبة كبيرة جدا من المدربين الرياضيين والمديرين ورؤساء الأندية، على رأسهم طبعا الموسم ده أنطونيو كونتي مدرب طبعا فريق الميلان. الجماهير بتصوت عبر موقع جوائز جلوب سكر وحسابات الجائزة على مواقع التواصل الاجتماعي، والفائزين حيث بيتأهل في النهاية 8 لاعبين من القائمة من 25 لاعب، هيتأهل 8 لاعبين المتنافسين للمرحلة الثانية، وهم طبعا اللي هيحصلوا على أعلى الأصوات. في المرحلة الثانية هيتم التصويت ما بين المتأهلين من الجولة الأولى بنسبة 40% من الجائزة لتصويت الجماهير، بينما تضع لجنة جلوب سكر أي النسبة المتبقية اللي هي 60% لطبعا لجنة متخصصة لتحديد الفائز بهذه الجائزة. الحقيقة زي ما بقول لحضرتك كل التوفيق اللي نجمنا، لأن احنا بندور مع محمد على كل حاجة تزيد من روح المعنوية بشكل كبير جدا. الفترة اللي فاتت محمد صلاح رجع بشكل أكتر من رائع من خلال مباريات رائعة على مستوى البريمير ليج، على مستوى كمان دوري الأبطال، وكل التوفيق لنجمنا، لأن مهم جدا وجود محمد صلاح في قائمة الجوائز العالمية. محمد صلاح من 2018 بيترشح ليه من أفضل، نقول من أفضل 10 على مستوى العالم، من أفضل 5 على مستوى العالم، يعني شيء يسعدنا كمصريين، وإن شاء الله كل التوفيق لنجمنا الكبير محمد صلاح. طيب في تقرير النهاردة كمان يعني صحفي فرنسي قال إن طبعا اللاعب امبابي يعني في بينصحوه بالتعاقد مع ليفربول، يعني النادي كان على اتصال زي ما حضراتكم عارفين بامبابي منذ سنوات، ويمكن امبابي جدد عقده مع باريس سان جيرمان في الصيف اللي فات، ويمكن تجنب كمان إغراءات اللعب في صفوف ريال مدريد. يمكن انتشرت شائعات مرة تانية بأن مبابي عايز يمشي أو يريد المغادرة من باريس سان جيرمان، وذكرت بعد التقرير أنه بيشعر بالخيانة من قبل النادي وبعض يعني إجراءات الانتقالات. زي ما قلت لحضراتكم يمكن مبابي كان عايز من خلال عقده اتفق مع الإدارة على شكل معين للفريق لبعض النجوم اللي يستدعيها أو تنضم لباريس سان جيرمان، ولكن هو بيشعر بالخيانة ان الإدارة يمكن جددت العقود ولكن لم تأتي بهذه الصفقات. يمكن امبابي كمان او بيير امبابي ده عم امبابي ده مستشار اللاعب قال ان ليفربول هي الوجهة الامثل في الوقت الحالي لانتقال امبابي، رغم طبعا التقرير ايضا ان ليفربول وعائلة امبابي منذ اتصالات منذ سنوات زي ما بقول لحضراتكم لليفربول، وكمان عن ريال مدريد كان الحلم الاكبر لامبابي هو اللعب لريال مدريد، ولكن الامور اتصعبت طبعا من خلال عدم انتقاله لريال مدريد الصيف اللي فات، الامور تعقدت بشكل كبير جدا، ويمكن عمه هو المستشار بتاعه بيقول له الوجهه الامثل بالنسبه لك هي طبعا الانتقال الى ليفربول. يمكن هو على المستوى الشخصي مبابي هو ينتقد ان مؤخرا الشائعات الكثيره اللي طلعت، وهو بيقول انا متواجد في باريس سان جيرمان عايش حاله من التالق مع الفريق لغايه دلوقتي، وطبعا يعني بيتصدر الدوري الفرنسي برصيد يعني وهو عنده 12 هدف في الدوري الفرنسي في 14 مباراه، وبالتالي خلي بالكم هو طبعا عمره ما هيطلع يقول ان هو عايز يمشي، هو بيتكلم ان انا مستقر بادي بشكل اكثر من رائع، ولكن على الجانب الآخر يعني بيقولوا أن يمكن في صيف 2024 القادم سينتقل امبابي لأحد الأندية الكبرى، وأعتقد هيكون ليفربول هي خطوة مهمة جدا كمان في زيادة وانتعاشة طبعا البريمير ليج بالنجوم العالميين. خبر آخر يمكن خبر حزين شوية، المنتخب البرازيل والمدير الفني تيتيل طبعا ضربة موجعة محتملة خلال طبعا منافسات كاس العالم في قطر 2022. لوكاس باكيتا ده طبعا لاعب وسط ويست هام يونايتد بات مهددا بالغياب عن المونديال بسبب إصابة في الكتف. يمكن بعض التقارير قالت ان باكيتا غاب عن مباراة فريقه أمام ليفربول يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، وكمان ديفيد موس مدرب الهامرز قال إن الإصابة تبدو خطيرة وهو بيشعر بخيبة أمل كبيرة إنه سيفتقد جهود باكيتا في فترة طويلة من الوقت في خلال الموسم الحالي. حضرتك عارفين إن طبعا باكيتا انضم ل
صفوف وست هام مطلع الموسم الجاري، كان جاي من أولمبيك ليون الفرنسي بصفقة تجاوزت تقريبا 60 مليون يورو، شاملة طبعا الحوافز المالية. واللاعب البرازيلي وقع طبعا البالغ من العمر 25 سنة، وقع عقد مع النادي اللندني مدته 5 سنوات، وطبعا هو يعد طبعا من الركائز الأساسية لمنتخب البرازيل يمكن في السنتين اللي فاتوا. لكن يعني منتخب السامبا يعني اللي بيحلم كمان بالتتويج بكأس العالم رقم 6، ما هو يقع في المجموعة 7 مع منتخب صربيا وسويسرا والكاميرون، مجموعة قوية، ولكن منتخب البرازيل أكيد مرشح بقوة للوصول للمباراة النهائية والفوز بهذه البطولة الكبيرة، بطولة كأس العالم 2022. نروح لبرشلونة. يمكن إدارة برشلونة بتسعى لتوفير البديل لبوسكيتس. بوسكيتس خلاص يمكن في مراحل الأخيرة من مشواره الاحترافي، ويمكن أداءه المهتز في الكلاسيكو الأخير ضد طبعا ريال مدريد، ارتبط برشلونة بالعديد من لاعبي خط النص لضمهم في خلال سوق الانتقالات الشتوية القادم، ومن ضمن الأسماء طبعا روبن نيفيز وجورجينيو و كانتي كمان لاعب تشيلسي وتيلماز. في تقارير في الساعات الأخيرة اللي فاتت قالت إن برشلونة بيراقب كمان نجم جديد وهو الإيفواري إبراهيم سانجاري، ده طبعا لعيب البي اس في أندهوفن في هولندا. اللعيب ده لعيب مميز جدا في وسط الملعب، عنده 24 سنة، يمكن اتنقل للنادي الهولندي في 2020 وعمل مباريات أكتر من رائعة، جدد عقده مع النادي لغاية 2027. يمكن جت خطوة تجديد العقد لوجود اهتمام كمان كبير جدا من أندية كثيرة في الدوري الإنجليزي، وصلت العروض ل 46 مليون يورو لضمه. يمكن سانجاريبي لعيب كويس، يعني بتميز بالمرونة بالقوة، عنده جزء كبير من طول القامة، وزي ما بقوله عنده سرعات كبيرة جدا جدا، وعنده جزء مهم جدا انه بيستعيد الكرة في وسط الملعب بسرعة. ويمكن عنده كمان ميزة مهمة جدا جدا، عملية الالتحامات اللي بيتسم بيها البريمير ليج، عنده قوة بدنية كبيرة جدا جدا، وكمان عنده رؤية وعنده فيجن وبيعمل تمريرات حاسمة في أوقات كثيرة جدا جدا. أخبارنا كثيرة جدا، لكن خلينا يعني قبل ما نطلع الفاصل سريعا نعدي ونشوف الصحف العالمية قالت إيه في المحترف. يلا نبدأ جولتنا بصحافة ماركا الأسبانية اللي ركزت على فوز ريال مدريد 3-0 على إليتشي. طبعا دي في إطار الدوري الأسباني، وكتبت المتصدر مستمر، وتقنية الفيديو تلغي 3 أهداف لفريق أنشيلوتي، ولونين طبعا يتألق. صحيفة كمان اهتمت بلقاء برشلونة وفياريال في الدوري الأسباني، وكتبت اختبار آخر من نار لبرشلونة. طبعا برشلونة بعد الهزيمة أمام ريال مدريد انتقادات كثيرة جدا جدا، كمان على مستوى دوري الأبطال انتقادات على مستوى الإدارة الفنية، ولكن هنشوف برشلونة مشواره هيوصل لغاية فين. طيب نسيب أسبانيا ونطلع على فرنسا، نروح لجريدة الليكيب الفرنسية اللي ركزت على باريس سان جيرمان وقضية الحسابات الوهمية طبعا لمهاجمة المعارضين، وكتبت المؤامرة في المؤتمرات في المحكمة، أو المؤامرات في المحكمة. طبعا قصة كبيرة جدا وقضية كبيرة جدا في باريس سان جيرمان، يمكن قضية يعني بعض السوشيال ميديا المزورة اللي بتتهم الإدارة و و و و والإدارة بتسعى أو عندها بعض الآليات في السوشيال ميديا للهجوم على شخص أو آخر. فأعتقد دي يعني قضية مهمة جدا بتهتم بيها جريدة ليكيب الفرنسية. كمان الجريدة اهتمت بنادي أولمبيك مارسيليا وكتبت غربلة كبيرة في أولمبيك مارسيليا. اهتمت كمان بحارس الميلان الدولي الفرنسي مايك مينان المصاب، وكتبت مشاركة مينان في كأس العالم في خطر. طبعا هو حارس مرمى الميلان وطبعا مهدد بعدم وجوده في كأس العالم نتيجة للإصابة. طيب نروح لإيطاليا، لجازيتا دي السبورت الإيطالية ركزت على مستقبل المهاجم البلجيكي روماريو لوكاكو لاعب الإنتر المعار من تشيلسي، وكتبت تشيلسي يطلق لوكاكو.
كمان اهتمت بحارس الميلان زي ما اقول لحضراتكم مايك، ده حارس المرمى الفرنسي، وكتبت ماينان يعود في 2023 او عدم مشاركته مع المنتخب الفرنسي في كاس العالم القادم. نروح لانجلترا سريعا. جريده صن الانجليزيه اللي ركزت على فوز ليفربول 1-0 على ويست هام، وفوز مانشستر يونايتد 2-0 على توتنهام في الدوري الانجليزي الممتاز، وكتبت ليفربول ومانشستر يونايتد يحلقان. طبعا على مستوى ليفربول زي ما بقول لحضراتكم يعني ثلاث مباريات متتاليه فوز، عوده الثقه مره ثانيه خاصه تالق نجمنا الكبير محمد صلاح وعودته مره ثانيه للتركيز والتهديف والاسيست، وكل لما نتفرج عليه بنستمتع حقيقه باداء محمد صلاح اللي يمكن كان مع بدايه الموسم، مش هو بس كان ليفربول يعني بوجه اخر، ولكن يظهر الوجه الحقيقي لليفربول. زي ما بقول لحضراتكم عندنا فقره مميزه جدا عن الدوري الانجليزي ان شاء الله، موجود معانا طبعا سعيد علي الناقد الرياضي ومحلل الكره العالميه هيكون موجود معانا، فنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل ملفاتنا في المحترف. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، برحب بحضراتكم وبرحب بضيفنا النهارده نجمنا النهارده في المحترف الناقد الرياضي ومحلل الكره العالميه سعيد علي. مساء الفل عليك يا سعاده. مساء النور عليك يا كابتن هاني، اهلا بيك، منور بوجودك دايما يا كابتن. ربنا يخليك. عندنا حلقه النهارده دسمه، عندنا حاجات كتيرة هنتكلم عليها، وخاصة نجمنا الكبير محمد صلاح، ليفربول، الدوري الإنجليزي، وكمان عندنا جزء مهم جدا كمان على مستوى البطولة الأفريقية. الحقيقة كل الشكر للفريق الإعداد هنا في المحترف، بصراحة لغاية دلوقتي أعتقد إحنا قدمنا فرقتين، يعني قدمنا كل المراكز، قدمنا كل الأعمار، الولاد الصغيرين يمكن في 17 في 18 وصلنا ل 20 21 كل المراكز في أعتقد دول كثيرة جدا جدا على مستوى أوروبا، نتمنى إن شاء الله استغلال هذه المواهب بإذن الله. سعيد برحب بيك مرة تانية، وزي ما بقول لك يمكن مهم جدا جدا الموضوع اللي إحنا بنتكلم فيه، إن إحنا وخاصة النهاردة كمان سافر المنتخب الأولمبي لبداية مشوار لتصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد. مهم جدا كمان المنتخب الأولمبي، قبل ما نخش في ملفاتنا مهم جدا المنتخب الأولمبي وتواصل الأجيال وخلق فرص جديدة لمواهب يعني بتمثل على المستوى المنتخب الاول بشكل اكبر يعني. صحيح، هو الكابتن طبيعي او حقيقي فعلا تسليط الضوء على المواهب المصريه في الملاعب الاوروبيه شيء مهم جدا، واعتقد ان احنا يعني جنينا ثماره في السنوات الاخيره وابتدينا نشوف اكتر من نموذج ناجح. يمكن الميركاتو الصيفي المره دي بالتحديد كان في انديه كتير جدا مهتمه بلاعبين شباب مصريين متواجدين في دوريات اوروبيه، فاعتقد انه اضافه مهمه وعمل مهم جدا وهيفيد الكره المصريه في الفترات اللي جايه. وزي ما حضرتك قلت بالطبع المنتخبات في السن الاقل بتبقى العمل الكشفي صعب شويه، وخاصه لما يكون الموضوع متعلق بلاعبين بيلعبوا في دوريات اوروبيه ما عندناش ماده ليها وما عندناش قدره على متابعتها بشكل جيد، فبالتالي انت بتقوم بدور مهم جدا في مساعده منتخبات الناشئين والمنتخب الاولمبي اللي ان شاء الله زي ما انت ذكرت يا كابتن عنده تحدي كبير، والاهميه بتاتي من ان فعليا المنتخب الاول في مرحله استبدال عناصر كتير، في مرحله بيفتقد فيها العناصر تجاوزت ال 30 وتبتدي تخرج. صحيح. فمهم ان انت تجهز عناصر جديده ان شاء الله لاستمراريه الفريق واستمراريه الاجيال ان شاء الله. ده مهم جدا جدا في اطار يعني زي ما بنقول تكوين كل دوت مجهودات عشان تبقى عندك منتخب قوي، منتخب. صحيح. عنده لعيبه محترفه بشكل كبير. الواحد الحقيقه فخور بمنتخبنا وكل حاجه، ولكن لما بيبص لبعض المنتخبات اللي سبقتنا، يعني ايام ما كنت بلعب احنا كنا يعني منتخب السنغال كان اقل من منتخب الكاميرون، نيجيريا، غانا، المنتخبات دي غير طبعا الاسماء اللي كانت ما بين قوسين يعني التصنيف رابع وخامس دلوقتي سبقت بشكل كبير. فمهم جدا التركيز على اللعيبه دول، التركيز. صحيح. على منتخبنا من خلال المراحل السنيه اللي قبليه. صحيح. طبعا كابتن يمكن بشوف ان احنا زي ما انت حضرتك ذكرت وقلت في عهدك وبعدها بشويه كنا بنشوف دايما منتخب مصر بيقدم امام اقوى منتخبات افريقيا اداء قوي جدا جدا، مش بس على مستوى النتائج لا على مستوى الاداء، احنا كنا قادرين طوال الوقت نفرض الشخصيه المصريه امام الجميع، لكن في الـ10 سنوات الاخيره احنا افتقدنا ده جدا، افتقدنا هويتنا
كمنتخب مصري قادر على تقديم افضل كره داخل القاره السمراء وبتقديم كره قدم جميله، ده ما بقاش متواجد في السنين الاخيره، وحتى على مستوى النتائج تراجعنا بشكل كبير جدا. فمهم فعليا ان احنا نبدا ندخل عناصر جديده بمفهوم جديد عن كره القدم وعن تكتيك كره القدم وعن التغييرات الكتير اللي حصلت. بشوف ان احنا مؤخرا ابتدينا نعمل ده بشكل نسبي، لكن هيحتاج بعض الوقت علشان نقدر نشكل، لان زي ما انت قلت الموضوع بيبتدي من تحت، وتشتغل على الناشئين وتبتدي على المنتخبات في سن متقدم عشان تقدر في النهايه تصل الى منتخب متكامل. ويمكن التجربه دي اخذناها بشكل جيد جدا من منظومه كره اليد المصريه. مزبوط. اللي قدرت تعمل ده من خلال 3 منتخبات ناشئين وشباب واولمبي، وفي النهايه انتجت لنا منتخب اول قوي جدا جدا، كان قادر يكون اول عالم لولا التوفيق في مباراه الدنمارك الشهيره. فبالتالي مهم قوي ان احنا نستنسخ هذه التجربه الاداريه العظيمه من كره اليد لكره القدم عشان نقدر نشوف منتخب قوي قادر على التنافس. انا بتفق معاك تماما، لان هذه المنظومه ماشيه بقى لها سنوات في اطار علمي بشكل كبير جدا. صحيح. وتنظيمي بشكل كبير جدا، وثماره باينه للجميع يعني. صحيح. طيب الاثنين اللي فات كان يمكن في حلقتنا وخلصنا على الساعه 8 يعني 9 الا ربع كده، وكان بدايه طبعا جوائز البالندور. صحيح. الجائزه الكره الذهبيه لافضل لاعب في العالم وبعض الجوائز الاخرى. تابعت الحفل دوت وشفت توزيع الجوائز ازاي؟ طبعا باستثناء كريم بنزيما، لكن عامه شفت الملامح 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 الحفله دي ازاي؟ هو يمكن خلينا نقول دايما الكرة الذهبية أو جائزة الكرة الذهبية كابتن بيكون حواليها كثير من الجدل والإثارة، وطبيعي جدا إن ولا مرة هتلاقي فيه اتفاق، هتلاقي دايما طوال الوقت خلاف، إن ما كانش عن صاحب الكرة الذهبية، عن ترتيب أفضل اللاعبين. يمكن كمان كان ظهور صلاح في الترتيب الخامس كانت مفاجأة للناس كلها، لأن محمد صلاح لفترة متقدمة من الموسم الماضي كان المتنافس الأول مع كريم بنزيما على الكرة الذهبية، وأرقامه الفردية بتقول إن هو كان متفوق جدا عن كل المتنافسين، فكان ظهوره في الترتيب الخامس مفاجئ بالنسبة لنا ومفاجئ أيضا للصحافة العالمية. لكن في النهاية خلينا أقول إن تتويج كريم بنزيما في نهاية الحفلة وفي نهاية اليوم كان استحقاق حواليه إجماع ما حصلش من سنين طويلة جدا، يعني حتى في عهد تتويجات ميسي وكريستيانو رونالدو كان بتحصل حالة الانقسام. دايما بتقول لا ميسي هياخد، لا حتى لو رونالدو. صحيح. خد لا ده ميسي الافضل، وميسي خد يقول لك لا كان رونالدو. كان العمليه الى حد ما فيها. صحيح. جدال، ما فيش اللي هو خلاص يعني كل بالزبط. يعني اتفق على برافو. صحيح يا كابتن. والاجمل في النسخه دي فعليا ان يعني في شبه مش بس اتفاق على الاداء، لا اتفاق على شخص كريم بنزيما وعلى مسيرته وعلى سيرته. طبعا بالون دور ما بين الاشاده وبعض الانتقادات على مستوى الترتيب بالنسبه للجوائز، كمان على الجوائز المستحقه لبعض اللاعبين اللي كانوا خارج السباق بشكل او باخر. خلينا نبدا بنجمنا الكبير محمد صلاح. تمام. محمد صلاح في المركز الخامس، انت شايف انه يعني ترتيب ظالم جدا وترتيب بعيد لا يعبر عن موسم محمد صلاح مع ليفربول بالتحديد، لانه قدم موسم على المستوى الفردي سواء على التسجيل سواء الفعاليه المتعلقه بالتسجيل او صناعه الاهداف، كان موسم رائع جدا جدا لمحمد صلاح. اعتقد انه كان يستحق ان يكون في ترتيب متقدم، وكان يستحق ان يكون خلف كريم بنزيما في المرتبه التاليه. لكن ربما نتائج المنتخبات او بطوله امم افريقيا اثرت على ترتيب محمد صلاح، واثرت على عاطفه المصوت نفسه اللي بيصوت نفسه، يعني شايف ان هو ممكن ساديو ماني يستحق بسبب ما قدمه مع منتخب السنغال. لكن على المستوى الفردي محمد صلاح كان ضحيه منتخب مصر، كان ضحيه نتائج منتخب مصر، كان ضحيه الاسلوب الخططي اللي احنا اتبعناه واللي ما كانش بيخدم اي مهاجم ولا بيخدم محمد صلاح. لكن على المستوى الفردي هو قدم افضل ما لديه، وقدم واحد من اروع وافضل المواسم في كل شيء بعيدا عن الصناعه بعيدا عن التهديف. هنكمل حديثنا عن محمد صلاح، ولكن كمان معانا تليفون مهم جدا من طبعا رئيس بعثتنا هناك، بعثة النادي الاهلي لكره اليد في كاس العالم للانديه، مهندس محمد سراج الدين، علشان نقول له مبروك ويقول لبعثتنا مبروك على الفوز الكبير لفريق كره اليد على بنفيكا والوصول لنص نهائي المونديال. مساء الخير عليك يا محمد. مساء النور. الحمد لله تمام. الف 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 مبروك. الحمد لله الحمد لله. محمد معلش الصوت بيقطع شويه، اتحرك بس كده عشان التليفون بيقطع، الصوت مش واصل كويس. كده تمام تمام.
تمام تمام كابتن هاني، الحمد لله الرجاله قدوا مع اليوم النهارده وربنا كرمنا بالفوز الحمد لله. محمد طيب هنحاول تاني يرجع لنا تاني، لان بصراحه انجاز كبير جدا جدا فوز على فريق كبير زي بنفيكا والوصول لنصف نهائي المونديال لفريق كره اليد. ولسه طبعا سعيد بيتكلم على منظومه كره اليد اللي من ضمنها ده طبعا النادي الاهلي، فانجاز كمان كبير النهارده. كان مباراه مثيره جدا، فارق نقطه واحده او فارق هدف واحد عن فريق كبير زي بنفيكا. يعني مباراه رجعتنا لمشاعر جميله نفتقدها من وقت طويل جدا، فكره هويه وروح النادي الاهلي اللي بتعبر عن اسمه واللي بتظهر في اوقات صعبه فعلا حسيناها النهارده، واحتفلنا يعني في كل لحظه من المباراه كنا قد ايه بنتفاعل مع اللي بيقدمه لعبتنا في حقيقه. طبعا اللي حصل النهارده انا بشوفه وان شاء الله نتوج بميدالية علشان يكون تتويج لجهد كبير قامت بيه الاداره في ملف الالعاب الاخرى، وللاسف الشديد لم نكن موفقين في اوقات كتير. يعني فعليا احنا في ملف الالعاب الاخرى النادي الاهلي حصل طفره كبيره جدا وتدعيمات على كل المستويات وعمل مخطط، لكن النتائج في الموسم الاخير ما كانتش معبره عن اللي حصل ده. لكن اتمنى السنوات اللي جايه وارد سعيد انك بتعمل بلاننج على اعلى صحيح مستوى، وده اللي عايزين نستدركه وبعدين صحيح اللي عايز بطوله صحيح. يعني وارد في النهارده بنشوف فريق اليد قريب جدا من انجاز تاريخي، بنشوف فريق الباسكت بيقدم ايه في كل المناسبات وكل البطولات واخرها البطوله العربيه، وايضا فريق الطايره. فانا بشوف ان احنا ان شاء الله هذا الموسم يكون تتويج للعمل الكبير اللي احنا قمنا بيه في السنوات الاخيره وفي ملف الصالات، لان زي ما قلت يا كابتن فعليا لم نكن موفقين رغم ان احنا كنا بنقدم افضل شيء طول الوقت. طب تعالى نرجع تاني للمهندس محمد سراج. محمد بنقول لك تاني مبروك، وزي يمكن سعيد ما بيتكلم ان النادي الاهلي كان عنده مهتم جدا جدا اكيد بكره القدم، ولكن الالعاب الاخرى على راسها كره اليد وكره السله في مخطط احترافي هايل جدا ماشيين بخطوات رائعه، والنهارده اكبر دليل على ان يعني كره اليد في النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله تكون في التوب ليفل ودايما مشرفه النادي على جميع المستويات. حبيبي يا كابتن هاني والله، وشكرا لكلام حضرتك، وفعلا يعني ده اللي ماشي بيه النادي الاهلي والتطور والرؤيه اللي ماشي بيها مجلس الاداره، ان يبقى في دعم لكل الالعاب مش كره القدم فقط. يعني الحمد لله حصل طفره في كره السله يمكن خلال العامين الماضيين، وباذن الله احنا برضو عندنا نفس المخطط ده لتدعيم كره اليد. ويعني الحمد لله عندنا شباب ورجاله على روح عاليه وعلى كفاءه وفنيات عاليه، اعتقد ظهرت في البطوله دي لما خدوا الحافز النفسي والمعنوي ودفع الجمهور ظهرت يعني امكانياتهم الحقيقيه في البطوله. يعني الحمد لله هكلمك على جزئين انت يمكن ذكرتهم، الروح المعنويه العاليه ودور الجماهير. دور الجماهير ما بتبقاش بس في كره القدم، اي حته يتواجد فيها تيشيرت النادي الاهلي اي لعبه بيكون الداعم الاساسي والداعم الاقوى هي جماهير النادي الاهلي. شفت كمان المسانده وحضور جماهير النادي الاهلي ازاي يا محمد؟ لا الحقيقه من اول يوم يا كابتن هاني جينا فيه هنا ومن قبل ما نوصل حتى والناس يوم بعد يوم يعني فلعيبه طبعا من اليوم انا بقول معاهم يوم يعني الحمد لله في التاريخ. اتحرك يمين او شمال شويه يا محمد عشان نسمعك كويس. في الجزء الحافز النفسي يعني والمعنوي، والحمد لله يعني هم مستجيبين وعندهم شعور كبير بالدعم الجمهور سواء من جوه مصر او من السعوديه. احنا كمان متابعين مجهوداتك يا محمد كمان على مستوى عمليه اي مشاكل، هو ما فيش مشاكل لكن طبعا اي عراقيل انت بتحلها بشكل اكتر من احترافي، وبتتعاون كثيرا مع الجماهير لوجودها داخل صاله المباريات، طبعا مجهود تشكر عليه. ولكن كمان خلينا نتكلم على وجود الكابتن محمود الخطيب النهارده في المباراه وتاثيره الايجابي اكيد على الفرقه. طبعا يعني انا بلغتهم من امبارح يعني ان الكابتن هيكون داعم ليهم في المباراه وهيكون موجود بكره وهو جاي النهارده فعلا الماتش، وطبعا اللعيبه اكيد ده داعم حافز معنوي كبير، وحتى الجمهور يعني كله كان سعيد جدا بوجود كابتن محمود الخطيب. يمكن اول ما دخل الصاله يعني كان في يعني هتافات قويه جدا ليه من كل جماهير النادي الاهلي. الناس كلها كانت سعيده بتواجده النهارده والحمد لله كل شيء مشي كويس الحمد لله. طيب كمان عايزين نبارك لطبعا كابتن ياسر لبيب طبعا يعني عريس ورئيس
رئيس القطاع والمسؤول عن كره اليد في النادي الاهلي، بنقول له كمان الف مبروك كابتن ياسر. طبعا حالا اهو معاك. طيب كابتن ياسر. الو كابتن ياسر، الف مبروك. الله يبارك فيك، ازيك يا كابتن هاني؟ اهلا بيك طبعا، منورنا وصوتك منور على شاشه قناه النادي الاهلي وبرنامج المحترف. وهاخد من كلمه المحترف ان ما شاء الله ملف كره القدم في النادي الاهلي بيدار باحترافيه كبيره تحت طبعا اشراف حضرتك. شفت المكسب ده قد ايه مهم لفرقتنا النهارده؟ لا تاني ما سمعتش كده بعد اذنك. طبعا انا بتكلم على اهميه الفوز بهذه المباراه الكبيره، وكانت وملف كره اليد بالنسبه للنادي الاهلي ماشي بشكل اكتر من رائع تحت طبعا اشرافك، لكن كان مهم جدا النهارده الفوز في هذه المباراه. شفت المباراه دي ازاي؟ والله طبعا الحمد لله، يعني بالنسبه لاداره الملف نفسه احنا ماشيين كله بالتوازي، يعني شغالين تحت وفوق والحمد لله، نحاول نطور في جميع القطاعات طبعا. لكن مباراه النهارده كان ليها اهميه كبيره، وخاصة بعد الإخفاق اللي حصل في تونس. صحيح. وطبعا يعني رغم إن الفريق قدم مباراة كبيرة قدام الزمالك في السيمي فاينل، ورغم إن إحنا فزنا على الفريقين اللي فازوا بالبطولة سواء الترجي أو الأفريقي، ولكن الفوز النهاردة ده كان ليه يعني طعم تاني وليه أهمية كبيرة معنويا أكثر من أي حاجة تانية. أكيد الدفعة بتاعت النهاردة دي ممكن تخلينا إن شاء الله نروح لأبعد من كده. النصف النهائي بالنسبه للمونديال كره اليد هنلاعب مين ان شاء الله في النصف النهائي يا كابتن؟ احنا هنلعب لسه السيمي فاينل مع ماكتبورغ الالماني. الالماني. اكيد طبعا على مستوى المانيا كمان كره اليد والانديه الالمانيه في كره اليد مستواها كمان مستواها رائع اكيد. والله يا كابتن احنا النهارده فرقه بنفيكا دي بطل اوروبا، يعني بطل اوروبا كلها. اوروبا ليه؟ صحيح. وعندنا برشلونه بطل الدوري الاوروبي، وكيلسي فرقه كبيره جدا، فاحنا النهارده الخطوه اللي خدناها النهارده دي يعني ان احنا نفوز على بنفيكا واحده من ابطال اوروبا، دي حاجه كبيره جدا. يعني يعتبر احنا الفريق النادي الاهلي هو الفريق الوحيد اللي من خارج اوروبا في المربع الذهبي لكاس العالم في كره اليد للانديه. ده طبعا كمان شرف وحاجه لازم نكون فخورين بيها، هو النادي الاهلي الوحيد النادي العربي ضمن ثلاث فرق على مستوى اوروبا. ان شاء الله باذن الله نوعد جماهيرنا بكاس العالم، نوعده بالميداليه الذهبيه ان شاء الله يا كابتن. ان شاء الله ربنا ييسر، يعني ان شاء الله نكسب بس الماتش الجاي ان شاء الله خطوه خطوه. بالظبط كده. وبصراحه يعني هم الاولاد مركزين وهم يعني وعندهم حماس كبير ان هم يوصلوا لابعد مدى ان شاء الله. لا ان شاء الله، واحنا كمان من خلال برنامج المحترف بنقول لكم الف مبروك، ووصل مبروك ديت للعيبه، وقول لهم منتظرين كمان ان شاء الله الافضل والوصول للمباراه النهائيه. كابتن ياسر بنشكرك شكرا جزيلا، الف مبروك. الف مبروك ليك، وتحياتي تحياتي للبعثه كلها، شكرا جزيلا وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا يا كابتن، شكرا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. مهم برضو يعني أكيد. مهم هو الحدث الأهم وهو الحدث الطاغي على اليوم والسوشيال ميديا، وإنجاز فريد وإنجاز عظيم جدا جدا، وامتداد لنسخة الأهلي العظيم اللي كان دايما بتفرحنا في اليابان، حاجة أشبه بيها كده، أنك فعلا مش مجرد إنجاز عادي، مش بتكسب فريق عربي ولا فريق خليجي، لا أنت بتكسب بطل يوروبا ليج، بتواجه واحد من أفضل الفرق في أوروبا. مباراة كانت صعبة ومعقدة جدا، لكن أظهر الأهلي قد هو يمتلك شخصية البطل وقدرته على التنافسية في مستوى عالي جدا. مظبوط. فكان مهم جدا يظهر ده، ومهم ان النادي جمهور النادي الاهلي يعيش الحالة دي. صحيح. احنا فعلا مفتقدينها من فترة، وده حاجة مهمة جدا جدا ان شاء الله تتم. انا اوعدك ان شاء الله الحالة دي كمان على مستوى كرة القدم بما يقدمه النادي الاهلي في بدايات مشواره مشواره على مستوى افريقيا او على مستوى الدوري ان شاء الله نشوف حاجه كويسه. طيب نرجع للبلندور مره ثانيه، زي ما بقول لك يعني بعض الانتقادات كمان على جائزه افضل لاعب شاب على مستوى العالم، واللي طبعا جافي لاعب برشلونه فاز بيها. بعض يعني بعض النقاد والرياضيين وبعض المدربين قال لك يعني اعتقد بلينغهام كان يستحقها افضل منه، يعني لاعب دورتموند. يعني يمكن هو جاي في نفسه فوجئ بانه بيتوج بجائزه، يعني هو انا جاي احضر معاكم الحفل واتصور معاكم، لكن فوجئت الناس بتنادي عليا ان انا
افضل لاعب في العالم، افضل لاعب شاب في العالم، فبالتاكيد هي جائزه فيها كثير من التوازن، التوازن في توزيع الجوائز. توازن ان احنا يعني لازم برشلونه بيكرم بشيء ما فمن خلال جافي، لكن بالتاكيد كنت بشوف بيلينجهام يستحقها اكتر وقدم موسم هايل جدا جدا. جمال موسيالا طبعا، موسيالا طبعا بيقدم يعني بيقدم يعني يعني بيأدي اداء رائع مع البايرن، ومع حتى على مستوى منتخب المانيا لعيب رائع يعني. صحيح بشوفهم كانوا اكثر استحقاقا بالجائزه، لكن لعبه التوازنات ما زالت متحكمه وما زالت متواجده، وان كانت يعني ربما بتتراجع بعض الشيء بعد تغيير معايير التصويت ومعايير الكرة الذهبية، فربما بقى من يعني نشوف في الموسم المقبل توازن أكبر أو نشوف عدالة أكبر وتغيير الشكل اللي حصل، لأن فعليا هذه الجائزة كان فيها مجاملة واضحة جدا جدا ومحاولة لإيجاد مكانة لبرشلونة في هذا الحفل. صحيح. ده على مستوى البالندور. خلينا نتكلم، ويمكن أنا وأنت متفقين إن خطوات النادي الأهلي الأولى على مستوى المشوار الأفريقي يعني كانت مبشرة جدا، كمان على مستوى الدوري مبشرة جدا. هتكلم معاك لكن بعد الفاصل، هتكلم مع سعيد في نقطة مهمة جدا كمان، مشوار النادي الأهلي من خلال ال 11 إن شاء الله يا أهلي والمشوار الأفريقي، هنتعرف على كل دوت على المجموعات ونتكلم بشكل تفصيلي أكتر عن هذه البطولة المفضلة للنادي الأهلي وجماهيره بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية سعيد، عايزين نتكلم انا وانت على بدايه النادي الاهلي مشواره الافريقي وفوز خارج الديار وفوز في القاهره على نادي بحجم اتحاد نستيري التونسي، شايف ده وتبعياته واثاره لمشوار النادي الاهلي على مستوى الافريقي؟ هو في الحقيقه كابتن خليني اقول لي بدايه مارسيل كولر اديتنا انطباع مبكر ان احنا قدام عمل منظم، عمل منظم بمعنى ان احنا مع راجل بيمتلك سيستم عمل شخصيته واضحه في هذا التنظيم، مش سايب حاجه للارتجاليه او للعشوائيه او للظروف، تقدر تلمس ده من خلال من بدايته سواء مع الاتحاد المنستيري بره ثم مباراه القاهره، قدرتك على الضغط على المنافس، قدرتك على التحكم الكامل في المباراه، افكارك في الخروج بالكوره، ضغطك على الخصم، حتى تسجيل الاهداف شفت من 5 اهداف سجلتهم 3 من كرات ثابته بشكل اتكرر، افكار متفقه عليها وتحركات بتتم بشكل معين، فده بيكشف لك ان الراجل ده مش بيسيب حاجه للظروف. يمكن انا بشوف مارسيل كولر مدير فني يميل اكثر الى مدرسه الواقعيه، هو رجل بيروح لافكار متوازنه شويه، ما بيفضلش المغامرة أو الاندفاع، لكنه بيميل إلى المدرسة اللي فيها بعض الصبر، قادر يفرض أسلوبه في أي مكان. حصل في 3 مباريات، صحيح إن احنا ما نقدرش نصدر حكم مطلق ونقول أكيد خلاص، لكن باين قوي أو كولر من الأشخاص اللي يخليني أقول عليه الجواب بيبان من عنوانه، بيبان من عنوانه إن أنا قدام راجل بيخطط بيذاكر بيشتغل على التفاصيل حتى في اختياراته للتشكيل والعناصر، هو بيعكس لك هو عايز ايه. يعني مثلا على سبيل المثال لما تبص على ثنائيه محمد عبد المنعم محمود متولي في قلب الدفاع، فيقول لك ان ده راجل بيفكر ازاي يخرج من الكره من تحت، ازاي يبقى عنده ناس اذكياء في عمليه البناء وحتى في عمليه التوقع وصد التحولات او الارتداد اللي بيعمله الخصم او المنافس. لما تشوف التركيبه الهجوميه هو دايما بيدور على اللاعب الوسط مثلا او صانع الالعاب اللي يكون اقرب للمرمى، يعني اصراره حتى هذه اللحظه على برونو سافيو في مركز ال10 او المهاجم المتاخر، ده عشان هو دايما بيحاول ينهي الهجمه بشكل مبكر، يعني مش بيحب الاستحواذ السلبي كتير، ان هو ازاي اصل للتلت الاخير ثم اجد موقف يخليني انهي الهجمه، سواء من ان برونو سافيو يتحول لمهاجم تاني مع المهاجم الاساسي او ان انا اخلق موقف للتسديد. فبين افكاره قوي انه راجل منظم بيتكلم على الكرات الثابته. وانت زي ما بتقول من 5 اهداف احرزنا 3 اهداف من كرات ثابته، ده كمان سلاح اعتقد هو اهتم بيه، وعندنا كمان يعني دايما صحيح. يكون عندك الامكانيات، عندك القدره على صناعه الفارق خاصه الكرات الثابته، وبالتالي ده جزء مهم اشتغل عليه في خلال الفتره اللي فاتت. ده شيء عظيم جدا، وواحد من اهم العوامل اللي بتحسم بطولات وبتوجهها وبتغير كفتها. يمكن ليفربول الموسم الماضي عانى كتير جدا، واكتر من 15 مباراه بيحسبها بضربات ركنيه فقط،
شفنا نادي الزمالك في هذا الموسم او في الموسم الماضي بضربات ركنيه تفوق بشكل كبير جدا، كانت مباريات متعقده وبيفتتحها وبيسجل وبيخطف بطوله بضربات ركنيه فقط، فالتفاصيل الصغيره دي بتصنع بطوله. مانشستر سيتي قدر يطور نفسه في الكرات الثابته الموسم الماضي واصبح افضل نادي انجليزي وسجل من كرات ثابته، كان يفتقد لهذا العنصر. الكرات الثابته عامل مهم جدا، ليه؟ لان بيخليك مش مطالب انك تكون في افضل حال عشان تكسب مباراه او عشان تكسب بطوله، ربما ما تكونش في افضل حال وتقدر من خلال دي تكسب. لما بتواجه تكتلات صعبه انت بتحتاج الى العمل الاستثنائي، العمل الاستثنائي ممكن يقوم بيه فرد، ممكن يقوم بيه مدرب. الفرد اللي هو بيعمل عمل ارتجالي عظيم في انه يراوغ واحده واثنين او يشوط من مكان صعب فبيسجل، او عمل للمدرب ان هو بيخلق الحاله دي نقدر يسجل من كره ثابته او يسجل من ضربه ركنيه سواء او ضربه حره مباشره. فده حصل مع مارسيل كولر بشكل مبكر، يعني احنا قدام الاتحاد المنستيري في مباراه الذهاب الكره الاولى ازاي اتفرغت المساحه لبرونو سافيو قبل الستة يارده فعمل كره خطيره جدا جدا طلعها الحارس، ثم تكررت في نهايه المباراه محمد عبد المنعم بشكل معين قدر يسجل بيها، وفي الاياب سجلنا مرتين. واحنا الحقيقه يعني الحقيقه عندنا كنز استراتيجي في اللاعبين اللي بيجيدوا اللعب بالراسيات، يعني محمد عبد المنعم لاعب يكسبك بطولات، يعني محمد عبد المنعم واثبت ده كمان من خلال منتخب مصر، يعني حتى اثبت ده من خلال منتخب مصر مع منتخب مصر في بطوله افريقيا نفس السيناريو، اللي هو انت في الوقت كنت بتواجه التكتلات العشره والمنظومه الدفاعيه الصعبه جدا جدا قدام خصوم مش مهم يكونوا اقوياء، لكن كان محمد عبد المنعم هو اللي بيجي بالحل الاستثنائي. محمد عبد المنعم ذكي جدا في التحركات، ذكي جدا في التايمنج، خلاص هي في ناس كده عنده التالنت دوت يعني بالظبط بيتمرن يعني اكيد عليه، لكن عنده كمان عنده التالنت موجود صحيح. زي ما انت شرحت كده كابتن، وكمان عندنا حمدي فتحي، حمدي فتحي واحد من افضل اللعيبه داخل القاره اللي بيجيدوا التايمنج واختيار التوقيت اللي بيروح فيه والتوجيه. طب خليني اسالك على التغييره بتاعت كريم فؤاد، خروج عبد القادر ونزول كريم فؤاد في مباراه النادي الاسماعيلي. انا قلت ده يعني انا شايفه انه عارف التفاصيل لامكانيات كل لاعب، وانا احب دايما المدرب اللي هو مش تغييره مركز بمركز، يعني صحيح. كريم اطلع اكرم ونزل، لا هي ليها مغزى معين وليها ليها شكل معين وليه واجب معين تكتيكي صحيح شفناه من خلال المباراه. حد يعني سيبك انه عمل كمان الاسيست بتاع الجول، لكن الناحيه الهجوميه ووصل ل 18 بشكل مباشر وبقى في شكل مختلف صحيح الحاله الهجوميه للنادي الاهلي بعد نزول كريم وشادي كمان صحيح. يعني انا خليني اقول يا كابتن ان كولر بيثبت من وقت للتاني انه هو مش جاي حافظ او اتفرج على تقرير او على مجموعه فيديوهات فبيطبق ده، لا هو زي ما انت قلت هو بيشتغل على التفاصيل الصغيره وبيشوف امكانيات لعيبه وبيعيد استكشاف قدرات اللاعبين من جديد وبيوظفهم بما يتوافق مع افكاره والتكتيك الخاص بيه وحتى ظروف المباريات. يعني هو شوف ظروف الماتش كانت ماشيه ازاي فقدر يدخل كريم زي ما انت وضحت هو وشادي وعملوا التحول. فانا اعتقد ان ده مهم جدا انك تبقى بتمتلك مدرب مرن قادر على التعامل مع الظروف. احنا كان عندنا مشكله في وقت من الاوقات مع اداره المباريات نفسها، ازاي تعمل تبديلات في توقيت معين لما النتيجه بتتاخر في تسجيل الهدف، ازاي بتفك التكتلات. كان عندنا ازمه دايما في تايمنج التغيير ونوعيه التغيير كانت بتحصل في اوقات كثيره. غير التغيير طبعا خلاص ماجد بيرج الالماني طبعا هو الفريق ان شاء الله اللي هيقابل النادي الاهلي في نصف نهائي كاس العالم للانديه، كل التوفيق ان شاء الله لنادينا الكبير. المباراه ان شاء الله هتكون يوم السبت وباذن الله تكون خطوه للوصول للمباراه النهائيه، كل التوفيق يعني. صحيح. طيب هكمل معاك يا سعيد، لكن كمان معانا عبر سكايب طبعا كمان ضيف عنده خبرات على مستوى الدوري الافريقي او بطوله افريقيا، طبعا المدير معانا مدرب ارنولد طبعا الجنوب افريقي، وكان مساعد المدرب لنادي لوكوموتيف موسكو الروسي. بنقول لك مساء الخير فادلو، مساء الخير عليك فادلو ديفيز، بنرحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. ديفيز معانا؟ صوت واصل ولا؟ شكرا جزيلا على استضافتي على قناة النادي الأهلي. بنرحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي. من خلال خبراتك على مستوى دوري الأبطال الأفريقي، شايف رؤيتك لدور المجموعات في طبعا بطولة أفريقيا القادمة، و
كمان الدور المهم اللي طبعا بنتكلم على جنوب افريقيا، وجنوب افريقيا كانت بتشكل في يوم من الايام عن طريق طبعا انديتها من الانديه المصنفه للحصول على هذه البطوله. شفت ازاي ال 16 فريق اللي وصلوا لدور المجموعات في دوري الابطال الافريقي. نعم، أنا فقط مصدوم قليلا من خروج تيبي مازيمبي من البطولة، لكن الآن لديك الترجي، لديك الأهلي، لديك الوداد، لديك الزمالك. أعتقد أن السيطرة ستكون مرة أخرى لدول شمال أفريقيا، ولكن أعتقد أن دول جنوب أفريقيا مثل سان داونز سيكون لها حظ وافر في المنافسة. ما فيش شك طبعا سان داونز من الأندية الكبيرة وليها باع على مستوى دوري الأبطال الأفريقي. شايف حظوظه ازاي، وخاصة انه بدأ بداية قوية جدا فريق سان داونز وتأهله لدور المجموعات يمكن بسكور كبير جدا جدا 15-1 يمكن وصل لدور المجموعات. لكن التنافس، شايف مين يكون هو الموجود على الأقل في المربع ده؟ ببدري نقول كده، ولكن بنتكلم على الأندية على مستوى جنوب أفريقيا. وفريقي المنافس سان داونز هو أكبر فريق مرشح من جنوب إفريقيا للتأهل للمراحل الإقصائية. أعتقد أيضا أن لدينا كايزر تشيفز وأورلاندو، ولكن الأهلي والوداد خصوصا هما والزمالك هذا الموسم بالطبع، أعتقد أن سيكون لهم موسما قويا في التنافس مع سان داونز. أنا ولكني لست متفائلا للحد الذي يجعل سان داونز ينافس على البطولة. أعتقد أن سان داونز قام بإجراء الكثير من التعاقدات الجيدة. أعتقد أن الفريق يتعاون معا والفريق جيد، ولكن هذا الموسم أعتقد أنه سيكون موسم الأهلي وسان داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا. ديفيز، برضه هاخد من كلامك، خلاص المنافسة انحصرت شوية في أندية شمال أفريقيا، عايز اعرف منك السبب، ايه السبب على مستوى يعني طبعا الفرق الافريقيه الاخرى، لماذا انحصرت المنافسه او البطوله على فرق شمال افريقيا؟ ما ينقص بعض الانديه في افريقيا وخاصه في جنوب افريقيا للعوده تاني للمنافسه على هذه البطوله؟ اعتقد اننا يجب علينا أن ننظر إلى حجم التعاقدات وكيف تدار الأندية. أعتقد أن الميزانية في أندية شمال إفريقيا كبيرة جدا. أعتقد أن سان داونز هو النادي الإفريقي الوحيد الذي يقارب هذه الأندية العربية التي ذكرت. أعتقد أن لا ليس كل الأندية الإفريقية لديها القدرة على منافسة الأندية العربية وأندية شمال إفريقيا. أعتقد أن استخدام الكثير من التعاقدات وتطوير الأندية وتطوير الكرة الإفريقية ككل، كأفريقيا الوسطى وجنوب أفريقيا، أن تلحق بركاب هذه الأندية العربية التي تسيطر بالفعل كما وصفت أنت على الكرة الإفريقية على مستوى الأندية. يجب أن ننظر بشكل أعمق إلى تعاقدات الأندية وتطوير الأندية على مستوى المنشآت وعلى مستوى القطاعات. يجب علينا أن نلحق بركاب هذه الأندية، ليس فقط بالكلام، ولكن وليس فقط عن جنوب أفريقيا، ولكننا نتكلم عن أندية أفريقية عموما، وأن نلحق بالأندية الأوروبية. لدينا الآن لاعبين شباب يلعبون في منذ مراحل التأسيس بالأكاديميات في أوروبا، لديك الآن لاعبين محترفين في أوروبا. إذا كان لديك هؤلاء اللاعبين المحترفين في أفريقيا، فلست بحاجة إلى النظر لمستوى المنافسة المحلية. الآن أنا لا أتكلم الآن على جنوب أفريقيا بالتحديد، أنا أتكلم على أفريقيا ككل. إذا كان لديك القدرة على التنافس مع الأندية الأوروبية، حينها سنقول أنك الآن لديك مكانة في العالم، ولديك أندية لديها القدرة على تطوير هؤلاء اللاعبين، ويكون لديهم المزيد من اللاعبين لإرسالهم إلى أوروبا. بس في كمان شيء مهم جدا يا ديفيد، كمان وجود أكاديميات الأندية الأوروبية المنتشرة في أرض ويعني في أندية أو في مناطق ودول أفريقية كثيرة جدا، وجود أكاديميات من
الأندية الأوروبية موجودة في أفريقيا بشكل مكثف وبتفرغ الأندية الأفريقية من هؤلاء النجوم، فأنت شايف حل هذه المعضلة إزاي؟ طبعا الأكاديميات مفتوحة هناك يعني، وبتاخد اللعيبة المميزة بتسفرها بره، وبالتالي عملية تفريغ اللاعبين الأفارقة من سن صغيرة وانتقالهم للقارة الأوروبية بيضعف كثيرا جدا من الأندية الأفريقية، دي مشكلة. أعتقد أن هذا شيئا جيدا، وجود هذه الأكاديميات هو أمر صحي على إخراج مواهب إفريقية أكثر لأوروبا، ولكن على الأندية الأكبر في أفريقيا أن تركز. أنا أتكلم عن الأهلي، الزمالك، الوداد، سان داونز، أورلاندو بايرتس، كايزر تشيفز، هذه الأندية يجب عليها أن تستثمر في مواهبها كما تفعل الأكاديميات الأوروبية في أفريقيا، أن يكون لديك القدرة على إخراج المواهب المفيدة لناديك ولمنتخب بلادك. هذه الأكاديميات تؤسس بالفعل، ماميلودي سان داونز الآن يفعل هذا، ولكن على باقي الأندية كالأهلي والوداد وكايزر تشيفز يجب عليهم أن يلحقوا بهذه الأكاديميات، أن ينتجوا لاعبين أكثر، أن ينتجوا مواهب أكبر لبلادهم. لا نتحدث فقط عن لاعبين مشهورين، ولكن نتحدث عن كثير من المواهب الأفريقية التي تلعب في أكبر الأندية في العالم. الآن هذه الأكاديميات لديها القدرة على إنتاج هذه المواهب وعلى تطوير هذه المواهب، ولكن لديك الأهلي، لديك مازيمبي، لديك سان داونز، لديهم القدرة على منافسة هذه الأكاديميات. أعتقد أن البلاد الإفريقية الآن لديك منتخبات إفريقية لديها القدرة على الوصول إلى السيمي فاينل في كأس العالم بفضل هذا المجهود، بفضل اللاعبين الذين يلعبون في أكبر الأندية في أوروبا. فبالتالي أنت لديك الآن الموهبة، ولديك الآن القدرة على تطوير هذه المواهب من خلال التدريب ومن خلال العمليات الكشفية. مفيش شك ديفيز، طبعا وجود 2 لعيبة أفارقة من أفضل لعيبة على مستوى العالم، أفضل 5 لعيبة على مستوى العالم، نتكلم على ساديو ماني ومحمد صلاح، ده أكبر دليل أن القارة الأفريقية مليئة بالنجوم ومليئة بالمواهب الكثيرة جدا، وأكبر دليل البريمير ليج كل المواهب وكل القدرات الفنية الكبيرة على مستوى اللاعبين الأفارقة. لكن خلينا أرجع وأتكلم معاك على طبعا البطولة الأفريقية حاليا، هل أنت شايف هل الاتحاد الأفريقي كمان لازم يعمل على تطوير هذه البطولة بشكل أفضل؟ هل شايف أن هذه البطولة يجب، بطولة أفريقيا الأبطال الدوري، هل يجب عليها أو على الاتحاد الأفريقي تطويرها بشكل أفضل لتكون على الأقل قريبة من دوري الأبطال الأوروبي؟ نعم، أعتقد أن إذا تحدثنا عن بطولة أوروبا أو بطولة إفريقيا فالفارق كبير. إذا نظرت إلى دوري الأبطال، وإذا نظرت إلى مستوى ما قبل النهائي والنهائي، وقارنت بين هذا المستوى ومستوى الأندية الأفريقية في نفس المرحلة، ستجد الفارق كبيرا. بالطبع هذه الفجوة بين البطولتين يقع على عاتق الاتحاد بالفعل. طيب على تفضل أن بطولة السوبر ليج الآن سيكون لها آمال كبيرة لدى الجمهور الإفريقي إذا تحققت. طبعا كمان قبل ما نختم معاك، كمان حابين تقول رسالة لبيرسي تاو لاعب النادي الأهلي، الحمد لله عودته من الإصابة وامتثل للتدريب مع الفريق، تقول إيه لبيرسي تاو؟ بيرسي تاو هو مصدر كبير لكرة القدم الجنوب أفريقية، هو مصدر إلهام كبير لكرة القدم الأفريقية. لا أعتقد أن بيرسي تاو سيأس، أعتقد أن بيرسي تاو هو لاعب محترف جدا في جنوب أفريقيا، ناثق في تفكيره. حينما استخدمه كوتش بيتسو موسيماني للأهلي، كان على بيرسي تاو الكثير من الضغط
ولكن الآن بيرسي تاو لديه فرصة ليعود كما كان ليثبت جدارته بتواجده في نادي كبير كالنادي الأهلي. أعتقد أن النادي الأهلي بالفعل سيستفيد من بيرسي تاو ويفوز بدوري أبطال إفريقيا في وجهة نظري. أعتقد أن بيرسي تاو سيكون من ثلاث لاعبين في النادي الأهلي إذا نظرت إلى دوري الأبطال مع النادي الأهلي. إذا لم تكن لاعبا جيدا فلن تشارك. فوجود بيرسي تاو الآن مع النادي الأهلي هي فرصة جيدة لبيرسي تاو ليعود مرة أخرى ويثبت جدارته. ديفيز بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا في المحترف وعلى شاشة قناة النادي الأهلي. شكرا جزيلا. بيرسي تاو ناخد من الآخر ومع عودته من الاصابه النهارده وحاله التفاؤل بالحقيقه اللي انا شفتها ولمستها عند جمهور النادي الاهلي ان بيرسي تاو يعني هيقدم لنا ان شاء الله باذن الله متفائلين انه يقدم موسم افضل من الموسم الماضي. يمكن الراجل قال كلمه مهمه جدا ان تاو كان محمل بضغوط كبيره جدا. سقف الطموح المتعلق باهم لاعب في جنوب افريقيا العائد من البريمير ليج كان سقف عالي جدا، فده صنع ضغوط كبيره عليه. مع حالة الإرهاق والإجهاد اللي أصابت الفريق ووقعت المنظومة فأضرت بيه. يعني هو لما تيجي تبص على حالة نونز في ليفربول لسوء حظه ليفربول المنظومة فيها بعض المشاكل فأثرت على واحد ثمنه 100 مليون، فبالتالي بيرسي تاو ينطبق عليه نفس الكلام، تأثر بتراجع المنظومة حواليه. لكن مع هذا الموسم مع عودة اللاعبين بعد فترة راحة وإعداد جيد جدا ومدير فني متفائلين بيه جدا وبداية جيدة، أنا بشوف إن فرصة بيرسي تاو أفضل كتير انه يقدم موسم هايل مع بعض التدعيمات اللي حصلت اللي هتخلي العدد اوفر واكبر، يعني زي دخول برونو سافيو وعوده كهربا عنصرين جديدين رجعوا للفرقه وانضموا للفرقه هيخلوا فيه وفره في عمليه التدوير في عمليه تخفيف العبء والاجهاد على بعض اللاعبين. فانا متفائل لان على مستوى الامكانيات ما ينفعش نختلف حوالين ان الراجل ده صاحب امكانيات عاليه جدا جدا، ما ينفعش تبقى محل شك في الدوري المصري. يعني هو راجل قدم للكرة الأفريقية ومن خلال ظهوره في أوروبا ما يؤكد تماما أن وجوده في الدوري المصري صحيح. مش محتاج أن أنت تقيمه أو تقول أنه هو لاعب جيد أو مش جيد لأن ده أمر منتهي. فأنا بشوف تاو هيبقى واحد من نجوم الموسم وبتفق مع كلامه أن فعليا مع وصول الأهلي لمراحل متقدمة إن شاء الله في التنافس على البطولات سواء المحلية أو الأفريقية. طبعا قدامنا طبعا المستوى الأول والثاني والثالث والرابع، طبعا 16 فريق 4 مجموعات. على المستوى الأول النادي الأهلي والوداد والترجي والرجاء. السؤال اللي الناس كلها يعني ترشيحاتك بالنسبة للثلاث فرق الموجودين مع النادي الأهلي ممكن يكونوا مين؟ واحد من كل مستوى. بشوف تقصد المجموعة يعني؟ الأفضل لو أنت شايف ان الافضل لو اتمنى يعني تتمنى لو اتمنى يعني يكون معايا نادي الزمالك. نادي الزمالك احب اشوف نادي الزمالك معايا في المجموعه لان أنا بشوف ان ده بيخلق حاله تركيز اعلى وبشوف ان النادي الاهلي شخصيته اقوى واقدر على فرضها تمام وبتخلي موسمنا افضل. يعني انا كمان متفائل نفسيا بفكره وجود ويبقى اتنين فرقتين من مصر وهيوفر عليا سفر وتعب فانا بتفائل دايما. وتاريخيا بنقول ان الزمالك بيبقى وش السعد علينا لما يكون معانا في المجموعه فاتمنى وجوده معانا. ما اتمناش اروح الجزائر يعني اتمنى يكون معانا سيمبا بلاش الهلال وبلاش الجزائر. وفي الرابع يعني بشوف من مستويات متقاربه وفي مفاجآت ممكن تحصل من انديه جديده فاتمنى ممكن يكون معانا المريخ السوداني. هو في جميع الاحوال يعني النادي الاهلي عن امنيتي لا ده امنيتك انا عارف لا طبعا بص طبعا هو دور المجموعات ان شاء الله النادي الاهلي قادر لكن زي ما بنقول دايما اللي عايز ياخد بطوله ما يهموش اي منافس. احنا قادرين صحيح. ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي عنده من التاريخ كبير جدا على مستوى المشوار الافريقي ان هو يكون ان شاء الله مؤهل للوصول للمباراه النهائيه. حلم كبير زي دايما كنا العشره يا اهلي وفاكرين طبعا يعني الحلم الكبير السنه دي كمان بقى خلاص ال11 يا اهلي ده ميعادها ان شاء الله ال11 للاهلي والعلامه ال11 والنجمه ال11 الافريقيه ان شاء الله على تيشيرت النادي الاهلي الموسم القادم. نطلع لفاصل سريع ونرجع بقى لمعمعه الدوري الانجليزي وتالق محمد صلاح وعوده الوجه الحقيقي لليفربول. اهلا بحضراتكم مره تانية. يلا نروح على البريمير ليج يا سيد. يلا بينا. طبعا ليفربول مفيش شك انتفاضه قويه جدا جدا، ثلاث مباريات دلوقتي متتاليه بفوز، روح معنويه عاليه جدا جدا. انطباعك عن محمد صلاح وهذا التغيير في المود وهذا التغيير في الاداء خلال الثلاث مباريات اللي فاتوا؟ يمكن بنشوف اخدت محمد صلاح
بما وصل له من احترافية وعقلية يخلينا واثقين تماما انه قادر طوال الوقت يتغلب على اي مطبات بتواجهه، يتغلب على اي مصاعب ممكن يلاقيها في طريقه. محمد صلاح تطمن قوي لما تشوفه وقت وقوع الفرقة ووقت غيابه عن التسجيل، لما يتسأل عن هل انت قلقان عن تسجيلك فتلاقي الإجابة بتاعته دايما انا قلق فقط لما ما اقدرش اصل للمرمى، لما ما اقدرش اكون متواجد في الاماكن اللي انا يجب ان اتواجد فيها. يطمنك جدا انه عارف ان الموضوع مساله وقت، مساله وقت، وهتستعيد قوتك التهديفيه، والاجمل ان تستعيدها في التوقيت الافضل. يعني انك تعمل ده امام مانشستر سيتي في اعظم فتراته وفي افضل بدايه لي، وانك توقف وحش هالاند اللي هو حديث الساعه طوال الوقت، وتكون انت نجم المباراة ونجم هذه الفترة، فاعتقد بيعكس قد ايه محمد صلاح مستعد ذهنيا طوال الوقت لاصعب المواقف. صحيح يمكن الضغط اللي حصل عليه وعلى المجموعة في بداية الموسم افقدهم بعض التركيز، وتباعا افقد محمد صلاح بعض التركيز، وده اترجم امام المرمى في إهدارة الفرصة، لكنه قدر يستعيد بشكل سريع جدا، وكمان قدروا يعملوا ده مع التخلص من الضغط. كلوب لعب دور هايل قوي قوي، فقال ان في انه خفف الضغوط دي لما قال مره واثنين احنا خلاص اعتقد ان احنا خارج سباق البريمير ليج، احنا بعيدين كل البعد، احنا بنحاول نستعيد فرقتنا، فده خفف قوي. خفف كمان على صلاح لما قال ما ينفعش صلاح يتقارن بهالاند، لا، ان هالاند دلوقتي بعيد جدا وبدايته قويه جدا وصعب حد ينافس هالاند، فده ايضا خلي الامور تخف شويه عن صلاح ومقارنته بهالاند وانه مش انه بعيد هذا الموسم عن هالاند، خفف بعض الامور عن محمد صلاح. فاعتقد عوده في توقيت جيد، لكنها ما تقولكش ان خلاص انت تطمن تماما ان ليفربول رجع. ليفربول يمكن يا كابتن في اخر حلقه كنت مع حضرتك واحنا بنتكلم عن سوء اداء ليفربول، وانت سالتني هل خلاص ليفربول خارج الموسم، بتشوفه انه خارج الموسم، يمكن انا قلت لا، ليفربول هيرجع وهيبقى واحد من المتنافسين، لان اللي عاشه ليفربول كان الظرف الطارئ مش الظرف الاعتيادي والعادي، وفرقنا ما بين العادي والطارئ. صحيح. لكن ليفربول فعلا بدا يرجع اهو، لكنه ده ما يقولكش انه هيقدم. خلينا نتكلم على يمكن الاداء بتاع ليفربول كان محير لكثير من حتى المحللين الفنيين في بدايه البريمير ليج. ايه اللي اتغير في ليفربول؟ يعني ايه الطفره اللي حصلت او ايه الجديد اللي حصل في ليفربول في خلال الثلاث ماتشات اللي فاتوا، بدايه طبعا المباراه الكبيره امام المان سيتي مع دوري الابطال، مع مباراه ويست هام اللي فاز فيها 1-0. انت شايف التغيير فين؟ التغيير بدا بره الملعب. بره الملعب، بره الملعب، وزي ما قلت بشرحت هو التغيير الذهني اولا، انت ازاي تخلص من المشكله الذهنيه، ده بدا يحصل بانك تتخلص من الضغوط اللي واقعه عليك. يمكن ليفربول اختتم الموسم الماضي بشكل عظيم، بشكل اقرب للمثاليه، وحرم من تتويج من بطولات ربما كان احق بيها، فده كان صنع الضغوط عليه. انت هل انت قادر على الاستمرار بنفس النهج؟ وكان صعب على اي فريق في العالم انه يخسر بطولتين بهدف في البريمير ليج، فرق هدف او فرق نقطه، فرق نقطه، ومباراه صعبه جدا في يعني البطوله سرقت في عدد دقائق قليل، وكمان في دوري ابطال اوروبا كنت الطرف الافضل في المباراه النهائيه وخسرتها. فكان ده ربما بيخلق يعني بعض المشاكل على اللاعبين، انت مش ضامن ان انت تقدم نفس هذه العروض القويه. لكن في النهايه قدر كلوب في الفتره الاخيره انه يعمل بعض التغييرات من خلال انك تزيل او تزيل هذه الضغوط من على اللاعبين، ده حصل. ثم اصبح اكثر مرونه خططيه، بمعنى ان هو مش مصر على نفس الشكل ال 4 3 3 اللي هو النهج العادي اللي اصبح مقروء للجميع. لعب 4 4 2 المباراه، لعب 4 4 2 واصبحت في عمليه تبادل ادوار جوه الملعب بشكل اللي هو روتيشن مع اللعيبه. ارنولد بدا بالظبط، وانك تدفع ببعض العناصر اللي تخليك او تصعب مهمه الخصم انه يقرا انت بتلعب بانهي طريقه، يعني على الورق 4 4 2 لكن داخل الملعب اللي بيحصل الموضوع صعب. عمليه تبادل ادوار فيرمينيو مع كارفانو مع صلاح مع جوتا لما كان موجود، دي بتخلي الشكل اكثر تعقيدا على اي خصم، بتصعب مهمه الدفاعات انها تقدر توقف ده. فاعتقد ان هو الجاهزيه النفسيه والازمه الذهنيه قدر كلوب من خلال المؤتمرات الصحفيه وتصريحاته الدايمه، ويمكن ده حصل بشكل هايل في مباراه مانشستر سيتي لما قال في المؤتمر ان احنا مش قادرين ننافسهم ماليا، فخلى الخناقه كلها في حته الفلوس وان احنا مش قدهم في المنافسه، وانشغل هو بحاجه ثانيه، خلى الجمهور والاعلام والميديا والناس كلها بتشتغل على ان مانشستر سيتي وحش مالي ومحدش يقدر ينافسه و و و وهو كان شغال في حته ثانيه. فهو ذكي جدا في انه قدر يتعامل مع المشكله الذهنيه. طيب قبل ما نروح للمان يونايتد كمان وصحوه كبيره جدا جدا والفوز على توتنهام، عايز اخد رايك سريعا في اليسون.
حارس مرمى ليفربول كان كمان كان مفتاح عودة الثقة وعودة الاطمئنان لجماهير ليفربول وكمان يورجن كلوب، لأن أداؤه طبعا الأسيست اللي عمله محمد صلاح بإنقاذ ضربة جزاء في مباراة وست هام كمان دور مهم جدا لحارس المرمى. بنتكلم على دور اللعيبة دور المدرب، لكن كمان حارس المرمى يعني عامل أداء أكتر من رائع. صحيح يا كابتن، أنا عايز أقول إن أليسون الوحيد في منظومة ليفربول اللي كان بيلعب بشكل مش بشكل جيد، لا بشكل أكتر من ممتاز يعني، والفرقة في أسوأ حالاتها هذا الموسم كان هو الوحيد اللي بيقدم أداء مبهر ويمكن حفظ كرامة ليفربول في أوقات كتير جدا، وبدل نتائج ماتشات يمكن برايتون 3-3 في غياب أليسون الماتش ده كان ممكن يطلع 6-7 وما كانش يرجع ليفربول بالاساس اكتر من مباراه. فالجميل في أليسون هذا الموسم انه الفرقه واقعه والفرقه فقدت تركيزها والفرقه عندها مشكله نفسيه، هو الوحيد اللي قادر يحفظ اتزانه وقادر يحافظ على حاله تركيزه. الفرقه حلوه مش حلوه، انا في افضل حالاتي، فبالتاكيد له دور مهم جدا. وزي ما انت وضحت يعني في مباراه زي مباراه وست هام اي تعثر كان هيرجع الفرقه تاني لمرحله الضغط، لان يا كابتن عشان تتخلص من الضغوط وتستعيد الثقه انت محتاج عدد مكاسب متتاليه، على الاقل 5-6-7 انتصارات محتاج يعني. ان انت مكاسب متتاليه، فهنا دور أليسون بيتاكد مرارا وتكرارا قد ايه هو مهم في هذه المنظومه، زي ما بالظبط كورتوا مهم في منظومه ريال مدريد ولعب دور مهم قوي في توجيه البطولات لريال مدريد. طب نخلينا نتكلم على المان يونايتد كمان، اللي كمان ماشي بخطوات ثابته الى حد كبير، وفوزه على توتنهام في مباراه رائعه، انا في اعتقادي من افضل المباريات اللي لعبها مان يونايتد هذا الموسم، هو مباراه على المستوى البدني على المستوى التكتيكي، مباراه رائعه وفوزه 2-0 على توتنهام. طبعا هي مباراه يعني افضل مباراه لإيريك تين هاج في البريمير ليج وامام خصم قوي، يعني كان اختبار صعب قدام منظومه بتدافع بشكل قوي جدا، قدام مدرب تكتيكيا من اصعب المدربين اللي تواجههم، لكن لاول مره من فتره طويله جدا بنشوف نادي مانشستر يونايتد بيهاجم كابتن بالظاهرين بهذا الشكل، يعني بتشوف دالوت ازاي بيفتح ملعب جهه اليمين وان هو بيراوغ ويعمل عرضيه واللي بينهي الهجمه الظهير الايسر شو، فبالتالي احنا شفنا ادوار هجوميه لظاهرين مانشستر يونايتد وفعاليه كبيره جدا جدا على مرمى توتنهام، وده ما حصلش يمكن من فترات طويله ويمكن من سنين طويله. مانشستر يونايتد بيعاني ازمه او غياب الدعم الهجومي للظاهرين، فده كان متواجد. ايضا دخول كاسيميرو انا بشوفه ربما اذا تم البناء عليه يمثل نقطه التحول في مانشستر يونايتد، زي ما كاسيميرو كان هو حجر الاساس ونقطه التحول اللي بنى عليها زين الدين زيدان تحول ريال مدريد، ومن خلاله ادى الحريه وحرر توني كروس ولوكا مودريتش وانفجر ريال مدريد. النهارده بتتكرر نفس التجربه، ان كاسيميرو الرجل اللي بيعطي الحمايه الكامله للاعبي الوسط والظاهرين بيحرر بشكل اكبر برونو فرنانديز ومعاه فريد، وربما قدام شويه مكتومينيه هيكون اكثر فعاليه في المنطقه دي. خلى مانشستر يونايتد يلعب بشكل هجومي افضل، خلاه قادر ايضا على ان هو يفسد التحولات. فانا بشوف ان استمراريه الدفع بكاسيميرو في هذه المنطقه هتخلي وسط ملعب مانشستر يونايتد افضل بكتير جدا، هتخلي شكل الفريق حريه كمان لفريد اللاعب البرازيلي بالظبط، فريد يعني وبرونو فرنانديز الاسمين المحاور حريه وبيزيدوا في الناحيه الهجوميه بشكل اكتر رائع، بدليل ان فريد يعني احرز الهدف الاولاني كمان. صحيح يعني في حريه في الاداء، ادى اضافه كبيره جدا. صحيح تاني كريستيانو رونالدو ما زال برضه مفار للجدل والقلق، قبل المباراه ما بتنتهي بثواني بيغادر ارض الملعب وبيخش اوضه اللبس يعني قبل نهايه المباراه. تعليقك على الجزء ده، وهل تين هاج كان بيحافظ شويه كمان على كبرياء رونالدو ان هو مش عايز ينزله اخر 5 دقائق والنتيجه تعتبر حسمت، علاقه تين هاج مع رونالدو رايحه لفين يعني؟ انا بشوف ان خروج كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد هو مهم جدا جدا لمانشستر يونايتد، ومهم لتين هاج ومهم كريستيانو رونالدو نفسه، لان كريستيانو رونالدو شخص اعتاد ان يقال ليه كل يوم انك افضل رجل في هذا الكوكب. هو رونالدو شخص بيتغذى على ده، يعني ايام ما كان مورينيو بيدرب ريال مدريد كان دايما لازم في كل تمرين صباح الخير رونالدو انت احسن واحد بالظبط، هو راجل بيتغذى على ده، فانك تحوله للاعب بديل وما يشاركش، وان كمان بيتصنع عليه ضغوط اكبر لما يشوف الفريق افضل من غيره،
الفريق لما اعتمد عليه امام نيوكاسل تعثر وتعادل، لما خرج المنظومه اقوى امام قسم اقوى صحيح توتنهام، وبيشوف المنافس ليه في منتخب البرتغال او اللاعب اللي كان فيه بعض المشاكل بينه وبينه برونو فرنانديز بيتالق جدا جدا صحيح في التكتيك الجديد وبيسجل، فبتصنع مشاكل نفسيه اكتر عند رونالدو، فرونالدو غير قادر على تحمل هذا الظرف وهذه المعطيات، وهو شخص ما بيحبش يشوف نفسه غير ان هو افضل رجل في الكون، فبالتاكيد خروجه مهم جدا ليه وخروجه مهم جدا. ويمكن بعد المباراه يمكن بعض الناس حب يسالوه هو كان يعني معلقش خالص على خروجه قبل نهايه المباراه، تين هاج كان بيتكلم كمان انه تصرف غير مقبول وقال هتعامل معاه من خلال صحيح. بس انت لما تشوف يا كابتن الصحافه الانجليزيه وكل اساطير يونايتد او اساطير الكره الانجليزيه بشكل عام، ما خليش بلاش نقول يونايتد لان احنا قرينا قبل كده وعرفنا ان رونالدو بيتواصل مع نجوم يونايتد السابقين اللي هم في استوديو حالا حالي. وانت بتتكلم واحنا بنتكلم دلوقتي على الموقع مانشستر يونايتد بيدرس فسخ التعاقد مع كريستيانو رونالدو منذ دقائق، يعني احنا لسه بنتكلم بنفس الشيء وعلى المواقع الرسميه ملهاش حل يا كابتن، لان مانشستر يونايتد وصل يعني لدرجه اللي خلاص يعني الموضوع بقى دمه تقيل حتى على كريستيانو ومحبيه. يعني بص يا كابتن هي ملهاش حل، لازم مانشستر يونايتد يرفع شعار الاهلي يونايتد فوق الجميع، لو انت ما طبقتش الشعار ده انت هتعطل مسيره تين هاج اللي هو الفرصه الوحيده او يعني الفرصه المثاليه لانقاذ يونايتد من سقوطه وعصرته، انك تعيد بناء فريق قادر على التنافس خلال السنوات الجايه. تين هاج اريك تين هاج فرصه يجب ان يتم استثمارها بشكل جيد، ورونالدو هو عصره في المشروع ده، فخروجه مهم جدا. ممكن يكون غير كده، يعني انا من خلال يعني لعيب بهذا الحجم وبهذا القدر كان ممكن يلعب دور من خلال تين هاج، لان تين هاج اول ما جه قال لك انا حابني على كريستيانو، يعني هو الراجل ما جاش قال لك لا انا مش عايز النجوم الكبار وكريستيانو بره، لا يعني هو قدم مبادره اول ما جه قال لك لا انا مشروعي القادم هيساعدني فيه جزء كبير جدا كريستيانو رونالدو، لكن زي ما انت بتقول الايجو بتاعت كريستيانو رونالدو صحيح وعظمه كلمه انا، وخلال السنوات اللي فاتت ان هو نمبر 1 زي ما بيقولوا كده في مجال كره القدم، هو شايف نفسه هتوديه على فين؟ هو مش معترف يا كابتن بالتغييرات اللي حصلت. هو رايح على فين؟ يعني هو حتى دلوقتي خلاص يعني تين هاج قال لك هو غير متواجد في صحيح في تشيلسي، المباراه القادمه امام تشيلسي هو بره خلاص بره الفرقه يعني. لكن انت شايف كريستيانو رايح فين؟ يعني ايه البديل؟ كريستيانو يعني كريستيانو امام مصارين. اولا عليه الاعتراف ان كاس العالم هو نهايه مشواره الفني، مشواره في كره القدم. انت دلوقتي قدام مصارين، اما الاعتزال واما انك تتعامل مع وجودك داخل الملاعب كونه استثمار، بمعنى ان انا واجهه اعلانيه لمشروع ما دوري ما زي الدوري الامريكي مثلا، وبتتعامل من هذا المنطلق ان انت راجل مش مطالب بانك تقدم افضل اداء ولا انك تقدم القدرات اللي احنا متعودين عليها من كريستيانو رونالدو. لما نيجي نتكلم على اسطوريه رونالدو فيعني هو يجب او يعني مهم ان هو يهتم بطريقه الخروج وطريقه توديع الملاعب. بكلمك البدايات بالنسبه لاي لاعب كره بتبقى بدايات صعبه، ولكن مشوار النجاح بتاع كريستيانو عظيم رونالدو جداً. عظيم وما حدش يقدر يتكلم عليه، لكن النهايات كمان بتكون مهمه. لازم يعني الذكي الشخص الذكي يختار هذا التاريخ الكبير ازاي تختمه. صحيح الشخص الذكي هو اللي بيختار الطريقه اللي يخرج بيها. يمكن احنا شفنا واحده من اعظم لحظات كره القدم محمد ابو تريكه وهو بيخرج ويعتزل ويسقف لجمهور الاهلي وبيتوج بدوري ابطال افريقيا، والجمهور بيقول له ما تبطلش كوره، احنا لسه عايزينك ما شبعناش منك. فبالتالي مفترض ان كريستيانو رونالدو يمتلك عقليه الخروج، لكن انا بشوف ممكن يا كابتن رونالدو مازال مهووس بفكره قدرته على تحطيم الارقام، مازال مهووس بفكره الاستثمار يا كابتن، لانه وجوده كلاعب وكواجهه عالميه بيعطي ارباح كتير جدا وارقام فلكيه، فاعتقد ان هو بيفكر بالطريقه دي برضو. ده جزء انا وجودي في الملاعب موسم واحد فقط ممكن يضيف لثروتي قد ايه، فبالتالي انا متاكد ان ده واحد من المعطيات المهمه اللي بتحدد ان هو عايز يكمل. بس ما تجيش على حساب النهايه السيئه او حساب انت خلاص يعني هو يعني مش محتاج ممكن 200 مليون يورو يعني 300 مليون يورو. الموضوع لازم بيتحسب بعقلانيه شويه يعني. صحيح. انا شايف كريستيانو رونالدو يعني كاس العالم نهاية عظيم، عارف انا بالنسبه لي ايه حتى افضل بالنسبه له ايه؟ حتى ينهي المشوار الاخير في النادي اللي بدا فيه يرجع تاني بالظبط، يعمل سنه لشبونه سبورتنج لشبونه، يلعب سنه هناك رجع لنفس النادي بيعمل شكل كويس للدوري البرتغالي لناديه القديم، وبالتالي
ينهي، ولكن هو التقارير دلوقتي ربطاه بروما وربطاه بمورينيو، احتماليه ان هو يروح مع يختتم مع مورينيو، لكن انا اعتقد هيضيف لنفسه مزيد من المتاعب زي ما مورينيو نفسه بيعاني وبيواجه مشاكل في ان السبيشال وان، السيره العظيمه جدا جدا مع فريق بيعاني مش لاقي نفسه. خلي بالك المشاكل دي بتسمع في العالم كله، يعني طبعًا. كل مشكله بيعملها كريستيانو رونالدو من خلال خروجه قبل المباراه او كل ده بيوصل للتقارير، خلاص الدنيا بقت مفتوحه. صحيح. وبتبقى عائق وبتبقى مشكله لرونالدو الانتقال لاي نادي تاني. صحيح. انا بشوف يا كابتن ان 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 درس رونالدو هو يعني درس للجميع سواء للاعبين او للادارات، انك ما تكونش عبء على فرقتك، ما تكونش عبء على جمهورك، ما تكونش يعني احنا شفنا لاعبين كتير طول الوقت بيحطوا مدراءهم الفنيين في موقف حرج امام الراي العام ويستغلوا اسمهم الكبير في ان احنا لازم نلعب، انت ما بقتش قادر، انت ما بقتش مفيد لمنظومتي، فده درس مهم للاعب، ما تكونش ما تضعش ضغوط على فرقتك وجمهورك. ده حصل لا والدرس ده كمان اعتقد لازم يروح لبيكيه طبعا السر ده وبوسكيتس احنا بنتكلم على بوسكيتس علشان بعد الفاصل عندنا الدوري الاسباني، لكن قبل كده تعالوا نشوف مع حضراتكم يمكن ترتيب الدوري الانجليزي البريمير ليج، و ما زال الأرسنال متصدر هذا الدوري بشكل أكتر من رائع، وكمان عايز أخد والسادة المشاهدين بيشوفوا الترتيب كمان. كلمني عن الأرسنال، الأرسنال اللي عامل موسم وبداية أكتر من رائعة، الأرسنال ب 27 نقطة ويعني 9 مباريات 27 نقطة، أعتقد لا في مشكلة دي. 9 فوز يا كابتن، هو عنده خسارة وحيدة أو 10 مباريات خسر. تمام معلش يا إيهاب، معلش ما خدتش بالي. ماشي، أرسنال على الصدارة، المان سيتي في المركز الثاني، توتنهام في المركز الثالث، تشيلسي رابع، مان يونايتد بيقرب بقى في المركز الخامس، نيوكاسل في السادس، ليفربول سابع، برايتون في المركز الثامن، كمان ليفربول بيقرب يعني بخطوات ثابتة، برايتون في المركز التاسع، كريستال بالاس عاشر، بونموس في الحداشر، فولهام 12، ويست هام في المركز الثلاثاشر، ساوثهامبتون 14، إيفرتون 15، و ليدز يونايتد في المركز ال 16، اخر 4 فرق استون فيلا، وولفهامبتون، توتنهام فورست، وليستر سيتي. طبعا ارسنال قدم بدايه عظيمه جدا جدا، لكن اللي عايز اقوله ان اللي فات شيء والقادم شيء، اللي فات انت كنت بتلعب بلا ضغوط تماما مجرد من اي ضغط. معظم الفرق ما كانتش شافت او ما وصلتش لافضل حاله ليها مع بدايه كل موسم، بتبقى محتاج وقت عشان تصل لاعلى فورمه وافضل حاله. حصل بعض الهزات لبعض الفرق، غيرت مدراءها او مدربينها، فبالتالي المرحله اللي عدت حاجه والقادم لارسنال شيء تاني خالص. انت من النهارده او من المباريات اللي جايه هتعامل كونك المتصدر، الفريق الاقوى، او واحد من اهم المرشحين للبطوله، فالموضوع بيتغير وبيختلف تماما لما بنتعامل معاك كونك بيتكلموا على سياسه النفس الطويل. صحيح بالظبط، فهنا هيصنع ضغوط اكتر عليك اولا كارسنال، هنا دور ارتيتا ازاي انت بتتعامل مع الظروف دي وبتحاول انت تاخد الضغوط وتمتصها ليك وتخفف عن لاعبيك، دي واحد. رقم اتنين، شكل الخصوم هيختلف امام ارسنال، هيكون في احترام اكتر لفريق مرشح انه يكون بطل، هتكون الحوافز والدوافع عند الانديه ان انا اعطل المتصدر اكبر، فهيصعب المهمه اكتر واكتر. كمان لحد النهارده ارسنال ما حصلش فيه اصابه مهمه، فلو حصل اصابه مهمه مع مرور الوقت الموضوع بيتغير، فانا بشوف ان التحدي كبير جدا جدا، لكن على اقل التقدير نقدر نقول ان ارسنال قادر يختتم هذا السيزون في المربع الذهبي، وده شيء مهم جدا انه يرجع لدوري ابطال اوروبا، لان ده مهم من الناحيه الماليه ومهم من ناحيه ان انت تستكمل المشروع اللي انت ابتديته بتدعيمات افضل تخليك المواسم اللي جايه. اقدر اقول ان ارسنال خلاص استعاد جزء كبير جدا جدا من شخصيه ارسنال وهويه ارسنال اللي جوارديولا اتكلم عليها، ويمكن ده واحد من العوامل اللي هتصنع ضغوط، ان جوارديولا انتقل من محطه ان ليفربول ما زال المنافس ليا مش ارسنال، الى محطه ان ارتيتا مش بس غير شكل ارسنال، لا ده غير هويه النادي بالكامل واصبح ارسنال فريق بطل، فهنا تبدا الضغوط تزيد، بتبدا المصاعب تظهر، منافسه ما بين يعني المدرس وتلميذه زي ما بيقول، ما بين جارديولا وارتيتا، هنشوفها خلال الاسابيع اللي جايه في البريمير ليج. نطلع فاصل سريع ونرجع لدوري اخر ايضا متسم بالقوه، هو الدوري الاسباني، برشلونه ريال مدريد هيعملوا هذا الموسم، نشوف بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم مره تانية. يمكن هنتكلم على الدوري الاسباني، لكن مع يعني قبل الفاصل كنا بنتكلم على الارسنال وتصدره للبريمير ليج، وحتى على دوري في الدوري الاوروبي اوروبا ليج بيفوز على اندهوفن 1-0، وتشاكا في الدقيقه 71 بيحسم وصول الارسنال للاضواء الاقصائيه في الاوروبا ليج، كمان على مستوى اوروبا ماشيين بشكل اكتر من رائع، وعلى مستوى البريمير ليج كمان صحيح متصدرين. واحنا سمعنا الخبر وقلت لي اتكلمنا احنا هنا في المحترف على تشاكا والادوار اللي بيقوم بيها مع ارتيتا، ادوار رائعه على مستوى الهجوم يعني. صحيح، اخذ ادوار هجوميه اكتر، اتحرر اكتر، واصبح بيتبادل الادوار مع الجناح مارتينيلي. فكره انك ما تبقاش اللاعب المتوقع ولا الخصم المتوقع، دي بتربك اي خصم وبتساعد على خلق المساحه وخلق الفرصه وبعدها القدره على التسجيل. يمكن ده حصل مع تشاكا السنه دي، وايضا مخلي مارتينيلي لاعب صاحب فعاليه عاليه جدا جدا فيما يتعلق بالارقام الخاصه بالتسجيل وصناعه الاهداف. اعتقد ان ارتيتا استفاد كتير جدا جدا من شخصيه واسلوب جوارديولا مع مانشستر سيتي، واستنسخ كتير من افكاره، لان دي فكره واحده من الافكار اللي بنشوفها، فكره تبادل الادوار ما بين المحور والجناح ومين فيهم بيدخل ومين بيخرج وطول الوقت ما تعرفش تمسك مين. فدي كتير من الافكار ارتيتا بيطبقها مع ارسنال، ومخلي الفرقه بصراحه ماشيه بشكل جيد جدا. اعتقد ان مهم قوي قوي ان نشوفه متوج ببطوله هذا الموسم. وهرجع يا كابتن معاك تاني لقبل انطلاق الموسم ان شاء الله، زي ما قلنا هنا في المحترف ان انا متوقع ارسنال يتوج ببطوله واليوروبا ليج بالتحديد، لان فعلا الفريق هيجني ثمار استقراره في السنوات الاخيره ودعمه لمشروع ارتيتا رغم الهزات اللي مر بيها والنتائج المتراجعه، لكن حصل رهان مهم عليه، وده الرهان اللي مهم يحصل مع تشافي لما نيجي نتكلم فيه. طبعا ارتيتا من المدربين الكبار، وشكلنا قريب كمان هنشوف مدرب مصري في البريمير ليج، يعني كل الامال على نجمنا الكبير طبعا محمد النني. بنجيب سيره الارسنال، يبقى محمد النني كمان من خلال طبعا الاخبار المتداوله انه فعلا حصل على البي لايسنس من الاتحاد الانجليزي، ومستعد ل الحصول على الرخصه التدريبيه الاي لايسنس، بعديها ان شاء الله البرو لايسنس. ومن الواضح ان محمد النني ان شاء الله بيأهل نفسه من بدري، وده شيء مهم جدا، ده شيء اكتر من رائع انه بيأهل نفسه على المستوى التدريبي، انه يكون متواجد في الاستيج وفي مرتبه وفي دراسات يعني مكثفه لحصوله على اللايسنس المتاحه ليه، وده شيء مهم جدا. وهو بيلعب كمان بيفكر في المستقبل اللي جاي، وده زي ما بقول لك كمان ده مهم قوي يا سعيد، ومش عايز اقول ده يا ريت يحصل عندنا، لان عندنا مشاكل كتيره جدا في اللايسنس. لا يا ريت يا كابتن، يعني ايه؟ لا تقول يا ريت يا كابتن، مهم. ما خلينا واقعيين بس، يعني هو اصلا ما بنعملش يعني اصلا محاضرات، ما بنعملش اللايسنس عندنا كمان، العمليه صعبه جدا. بس احنا جداً. مش هنتحول ولا نتنقل الا بكده يا كابتن. حلو، يعني حلو. انا اقول لحضرتك الشهاده انني ان هو بيفكر صحيح. بيفكر هو شايف ممكن يكون مدرب كويس، حتى لو ما كانش بيفكر في انه هيبقى مدرب، لكن معاه يعني بيأهل نفسه. يعني حتى لو المنظومه في الكره في اداره الكره المصريه مش مساعداك كلاعب انك تؤهل نفسك وتجهز نفسك انك تكون مدرب جيد، فانت بمبادره فرديه ممكن تعمل ده، لان احنا مش هننتقل حقيقي في كره القدم الا لما نمتلك عدد كبير من المدربين المؤهلين واللي عندهم درايه يا كابتن بالتغييرات الكتير اللي حصلت في التكتيك وفي كره القدم، لان احنا بعاد كل البعد. يمكن يا كابتن انت رجل حصلت على شهادات مهمه، وانا بقول لك شهاده فعلا انا صادق فيها جدا، من لاعبين تدربوا مع حضرتك بينقلوا قد ايه ان الوحدات التدريبيه معاك بتختلف تماما عن كل المدربين اللي اشتغلوا معاهم، وده ناتج على ان حضرتك درست وحصلت على شهادات كانت صعبه جدا مش سهله، والعدد اللي حصلوا على شهادات ودرسوا الدراسه دي في مصر ممكن نعدهم على يعني مش هنلاقي. فاحنا عندنا ندره في امتلاك هذه الكفاءات التدريبيه. اتمنى محمد النني يكون نموذج وامتداد لعدد كبير من اللعيبه حتى اللي بيلعبوا دلوقتي، علشان نقدر يا كابتن نخرج مدربين بجد. انا بتفق معاك، لان عندنا مشكله في مش هقول لك في المدربين، لكن في الاعداد، في اعداد المدربين. انا عايز اقول لك رقم واحد بس، على مستوى المانيا انت بتتكلم في تقريبا في 1650 واحد معاه البرو لايسنس. صحيح، البرو لايسنس غير الاي لايسنس بالالافات، يعني في قاعده كبيره جدا جدا. صحيح. من المدربين
اكيد بتنعكس على اداء اكيد بتنعكس على الكره بشكل على حل البلد يعني بلجيكا واحده من الناس المهتمه قوي ان عدد كبير من لاعبيها الحاليين ومنهم دي بروين انه يتم تاهيله كمدرب من دلوقتي. ويا كابتن ده بينعكس ايضا على اللعيب دلوقتي جوه الملعب. انت لما تقعد تدرس الحالات دي طبعا وانت في الملعب لسه فده بيتطور ادائك اكتر. جوندوجان النهارده مع مانشستر سيتي وهو في عمر 33 سنه بينزل يحسم بطولات وينزل يحسم ماتشات ومن غير جهد كبير، مش محتاج جهد كبير ولا حاجه، هو عارف بيتحرك امتى وفين عشان يستقبل الكره عشان يحولها لهدف وينهي ازاي. ما كانش كده قبل 30. ليه؟ لانه مهتم قوي قوي بالوحدات التدريبيه دلوقتي، مهتم قوي قوي بالتكتيك وحصل على اكتر من شهاده، والى جانب ده بينزل يدرب فريق الشباب في مانشستر سيتي ويقوده في بعض المباريات. فهنا يا كابتن ده اللي بيحدث الطفره، ده اللي بيحدث التطوير. يعني محمد النني انا كنت مبسوط جدا وانا بشوف ان هو مهتم بده وبتفائل ان شاء الله ان هو هيكون مدرب عنده عقليه مختلفه. هينعكس عليه ان شاء الله كمان. ومحمد النني يعني كمان ممكن جدا يكون ان شاء الله يعني في المستقبل القريب باذن الله احنا نفسنا نشوف مدربين في البريمير ليج، مدربين مصريين يعني. صحيح. ده يعني من احلامنا ان احنا نبص كده على ماتشات البريمير ليج ونلاقي مدير فني مصري واقف على الخطوط وبيلعب جارديولا وبيلعب يورجن كلوب. يعني حلم كده نتمنى ان شاء الله. ويمكن بدا النني بالخطوه الاولى، كل التوفيق للنني. اهلا بحضراتكم مره تانية. عايزين نتكلم بقى على الدوري الاسباني وخاصه نتكلم على برشلونه. برشلونه يمكن المباراه امام الريال الكلاسيكو اثر كتير جدا على معنويات جماهير برشلونه بشكل كبير. شايف في الدوري الاسباني ازاي انحصار المنافسه ما بين الريال وبرشلونه، ابتعد شويه اتلتيكو، شايف كمان برشلونه رايح على فين؟ برشلونه الحقيقه كابتن كان بادئ الموسم بشكل جيد جدا جدا وقدم مش بس نتائج، لا قدم اداء وافكار تخليك متفائل بانك قدام فريق قادر على التنافس لاخر نقطه في بطوله الدوري وخصم صعب ومنافس صعب لريال مدريد. لكن نقطه التحول حصلت مع الاصابات، وده اول اختبار حقيقي لاي مدرب صحيح. في بدايه الموسم لسوء حظ تشافي انه افتقد اهم عناصر، لان يعني مشكله برشلونه في السنوات الاخيره كانت مشكله دفاعيه بشكل اكبر وفي العناصر بالتحديد، فده اضطرك انك تعود الى الخيار الأسوأ بل وأسوأ من الأسوأ، انك تعتمد على بيكيه في قلب الدفاع وتعتمد على بوسكيتس. ربما نقطه بوسكيتس دي خاصه بتشافي نفسه لان تشافي هو اللي مصر عليه، عنده خيارات تانية ما جهزش حد يلعب مكانه. لكن اللي قرناه في التقارير الاسبانيه في الايام الاخيره ان فعلا في اتجاه لاستبعاد بوسكيتس من التشكيل وانه هيعتمد على عناصر تانية خلال الفتره الجايه، وحتى برشلونه هيدخل الميركاتو من اجل تدعيم بعض المراكز ومنه مركز بوسكيتس. فانا بشوف قدره برشلونه على التنافسيه متوقفه على فلسفه ومنهجيه تعامل تشافي مع الفتره الصعبه دي قبل كاس العالم. العدد المباريات اللي جايه مهم انك تخرج منها بافضل شكل، ما تفقدش نقاط كتير علشان يبقى الفارق بينك وبين ريال مدريد. هو لغايه دلوقتي 0-0، طبعا برشلونه بيلعب فيا ريال. مباراه صعبه جدا. المباراه صعبه ما فيش شك، يعني اعتقد عدى نص ساعه تقريبا 25 دقيقه. صحيح. تعادل 0-0. المرحله دي اللي بتدخل الشكوك وبتتعرض للهزه مهم انك تتجاوزها بمكاسب علشان تبقى قريب، لان انا واثق ان برشلونه قادر يستعيد شخصيته تاني، ومع عوده كوندي الفريق بدا الدفاع هيبدا يتحسن، ثم اراخو بعد شويه بعد كاس العالم، ثم مع التدعيمات اللي ممكن تحصل في الانتقالات الشتويه، فده هيخلي الفريق شكله افضل. لكن ازاي هتعدي المرحله دي؟ مهم قوي انه يعدي المرحله دي بنتائج جيده ويفضل قريب في نص الملعب. بعض التقارير كانوا بيتكلموا مثلا على محتاجين وسط ملعب مدافع بشكل كويس، كانتي من تشيلسي، انت شايف مين من خلال رؤيتك ناقص جزء او حلقه في وسط ملعب برشلونه عشان العمليه كمان يبقى في ربط مناسب وفي يعني الحاله الدفاعيه لفريق برشلونه للاسف يعني صعبه جدا 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 يعني. انا بشوف ان برشلونه للاسف الشديد حط نفسه في ورطه، لان التدعيم في الميركاتو الشتوي صعب تاخد لعيب كلاس ايه، صعب تاخد لعيب وخاصه في المركز ده. طبيعه لاعب الارتكاز اللي هو بيقوم بادوار مهمه قوي بتبني عليها كل شيء، زي ما شرحنا يا كابتن دور اهميه كاسميرو في تجربه زيدان ريال مدريد ثم التحول اللي بيحصل مع تين هاج دلوقتي. صعب تلاقي لاعب بامكانيات عاليه جدا جدا في التوقيت ده. يمكن يعني يمكن انا قريت خبر يقول لك قد ايه برشلونه متاخر، انه بيتفاوض حاليا مع انزو فرنانديز لاعب ارجنتيني شاب 20 سنه
انتقل الصيف ده للدوري البرتغالي، يعني كان هو محط اهتمام مانشستر سيتي وبرشلونه وريال مدريد وانديه برتغاليه، في النهايه انتقل للدوري البرتغالي. طب انت ليه بتفكر فيه دلوقتي وليه استنيت لما سعره يعلى واستنيت متاخرين شويه؟ متاخرين. فانا اعتقد انه كان مهم يدخل الموسم ده بلاعب في هذا المركز، لكن الحل الافضل في التوقيت ده انك تشتغل على ديونج اكتر وانك تستفيد بيه اكتر، او انك تعمل تحول تعتمد على تيني ارتكاز مثلا في بعض المباريات، تعتمد على كيسي مع ديونج. في اكتر من فكره انت ممكن تلجا ليها وتشتغل من خلالها. فانا بشوف الموضوع متعلق بتشافي اكتر وبقدرته على التعامل مع الظرف الصعب ده. طيب لو اتكلمنا على تشافي ويعني المفروض الفتره اللي جايه يعمل ايه مع برشلونه، نتكلم على ريال مدريد ومع انشيلوتي. وانت شايف ماشي بخطوات اكتر من رائعه، ريال مدريد بيقدم كوره جميله، كوره هجوميه بشكل كبير جدا. شايف ريال مدريد كمان هو لغايه دلوقتي هو فارق شويه عن برشلونه، يعني لو قلنا 3 نقاط يعني قبل المباراه دي، قبل الكلاسيكو اقصد يعني. بص يا كابتن، انا بشوف ريال مدريد يعني اشبه بوحش الفريق الموسم الماضي بيفوز بالليجا وبدوري الابطال وهو مش في افضل حياته. الموسم ده في حالة أفضل بكتير جدا من الموسم الماضي. ريال مدريد منظم جدا جدا يا كابتن طوال الوقت في الحالة الدفاعية، ما تقدرش توصل لمرماه، وعنده قوة هجومية غير عادية، في أنه أنت ما تعرفش مين يا كابتن بيلعب فين. يعني أنت لما اتفرجت على مباراة الكلاسيكو والمباراة الأخيرة أمام ليتشي، أيوة صح، أنت ما تعرفش مين بيلعب فين حقيقي فعلا. أنت باستثناء لاعب الارتكاز الوحيد مثلا بيبقى تشاوميني، الرباعي اللي قدامه مع المهاجم كريم بنزيما هما خمس مهاجمين، ما تعرفش مين بيلعب فين. فالفيردي بيبدا وينج رايت، بتلاقيه متحول بشكل تام من ناحيه الخط، عامل طفره في اداؤه غير طبيعي. يعني هو لعيب مميز، لكن السنه دي واخر السنه الموسم اللي فات فالفيردي من افضل، يعني مش عايز اقول اجنحه ولا وسط ملعب ولا بتلعب باك يمين، صحيح متعرفش، هو بيقوم بادوار معقده يعني. وده لحسن حظ انشيلوتي طبعا، هو قايم بدور عظيم جدا، يعني هو قايم بدور عظيم جدا جدا انشيلوتي في ان هو يرفع وعي لاعبيه فيما يتعلق بالحركه وتبادل الادوار، لكنه ايضا محظوظ بانه بيمتلك لاعبين اشبه بمدربين جوه الملعب، سواء كروس او مودريتش او حتى فالفيردي، نابه قوي. عشان كده ليفربول قدم عرض في وقت ضيق ب 100 مليون لضم فالفيردي. فانا بشوف هو مدرب منظم جدا ومحظوظ بامتلاك لاعبين مش خروج كاسيميرو، لكن شفنا على طول تواميني وبعدين نسخه افضل من كاسيميرو، لان يعني لاعب عنده قدرات اعلى، هو المقاومات البدنيه موجوده، الوعي موجود، لكن عنده كوره افضل، عنده قدره على انه يعمل مراوغه، على انه يعمل زياده هجوميه، على ان هو يخلق فرصه تهديف، قوه بدنيه غير طبيعيه. فبالتالي ريال مدريد لا، عملية الإدارة وعملية إدارة التعاقدات بتسير بشكل عظيم جدا، يدرس يعني يتم تدريسه في كل مكان. فبشوف إن ريال مدريد مش هيقف إلا إذا أراد ربنا يوقفه بقى، إذا كان ربنا أراد ربنا يوقفه بإصابات. أول جزء اللي أنت بتتكلم عليه إن تشافي خلال الفترة اللي جاية قبل كأس العالم يحافظ بشكل أو بآخر عشان على يمثل ضغط عليه، علشان يمثل ضغط منه على الريال، اللي مش عايزين نكرر الموسم الماضي يبقى الريال يعني حاسم البطولة من قبلها يمكن بثلاث أو أربع أو خمس أسابيع يعني. صحيح، لو تشافي قدر يصل إلى كأس العالم في مسافة قريبة من ريال مدريد مع استعادة شكل الفريق، انت ما تعرفش ايه ممكن يحصل في الموسم، لان لو حصل اصابات مهمة في ريال مدريد ده هيأثر جدا أكيد. جدا على شكل الفريق، لان هو الفريق قوي بالعناصر اللي موجودة في الملعب، ربما في عنصر او اتنين تانيين بتدور من خلالهم، لكن مفيش عدد كبير يخليك تتعامل مع اصابات. لو حصل اصابتين ثلاثة في الفرقة بالزبط، ده ممكن يعمل هزة. فلازم يبقى برشلونة ما يفقدش ابدا ايمانه وحظوظه في المنافسه، عشان كمان نستمتع يعني. الامور في الدوري الاسباني بتبقى ممتعه للاسابيع الاخيره، بيكون في طبعا منافسه شديده ما بين يعني ريال مدريد وبرشلونه، كذلك على مستوى البريمير ليج وعلى مستوى الدوريات يعني احنا بنتابعها مع حضراتكم هنا في المحترف. في طبعا استخدام حلقتنا سعيد، بنشكرك شكرا جزيلا كالعاده، بتنورنا يعني. انا اللي بشكرك جدا يا كابتن، وكانت حلقه زي ما قلت في البدايه دسمه جدا وفيها تفاصيل كتير، بشكرك يا كابتن. شكرا جزيلا، الشكر واصل لحضراتكم. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده، نهايه الاسبوع، لقائي مع حضراتكم ان شاء الله يوم الاثنين في يوم جديد وحلقه جديده من المحترف.